صباحكم الله بالخير مشاهدينا مجددا برحلة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن، راح نخوضها معكم انا وزميلتي زينب زينب صباح الخير. صباحك الله بالخير دعاء، صباحكم الله بالخير مشاهدينا من إمارة الفجيرة ومن برنامج صباح الخير يا وطن، مثل ما عودناكم راح نصطحبكم في محطات مختلفة ومتنوعة تهم الفرد، الأسرة وأيضا المجتمع، محطات تربوية، صحية، طبية، نفسية وأيضا تعليمية مع ضيوفنا المميزين. دائما نحرص على التنوع ودائما نسلط الضوء على اخر المواضيع واكثرها يمكن اهميه ونبدا دائما بزوم الطبي او الموضوع الطبي حيث رح نتكلم عن حصوات المراره اللي بيعاني منها اغلب الاشخاص رح نحكي ايضا في الديكور ورح نحكي كيف ممكن نغير ديكورات بعض المنازل بتكاليف جدا بسيطه ايضا رح نحكي عن المنصات التعليميه التربويه المبتكره واكيد ما رح ننسى الموضه من مواضيعنا لليوم فرح نحكي اكثر عن موضه شتاء عام 2022 بالفعل دعوه وايضا رح نستعرض معكم اخر اخبار مواقع التواصل الاجتماعي الجديده والمختلفه والمتنوعه ولنا وقفه مع اخبار السعاده في دولتنا الحبيبه رح نبتدي معاكم مشوارنا الصباحي اليوم بالموضوع الطبي ورح نتكلم أكثر عن حصوات الكلى أو الحصوات اللي تحدث في المرارة لممارساتنا لبعض العادات وبعض الأمور السيئة اللي ممكن دعاء بعض الأشخاص بالفعل يمارسونها لكن مش عارفين شو هو ضررها وشو أسباب تكوين بعض الحصوات وبعض الأشخاص يمكن تصير عندهم مضاعفات وأيضا اضرار مستقبلا لكن بالفعل ما يكونوا عارفين ان هاي الحصوات بتواجد في المراره او في الكبد بالتحديد صحيح يا زينب يمكن انا دائما اسمع انه بعض الاشخاص اللي بيعانوا من حصوات المراره دائما الالم يفوق الوصف دائما بيوصفوها بانها مؤلمه جدا ولكن في كثير اشخاص يا زينب ما بيعرفوا اليوم انه حصوات المراره ممكن في حال عدم استئصالها او عدم التدخل الجراحي ممكن يتفاقم الوضع الى ما هو اكثر من مجرد حصوات الكلى ممكن يزيد عددها ممكن يكبر حجمها وايضا في اشياء ثانيه ممكن تتاثر بالتالي في حال ما تدخلنا جراحيا. بالفعل دعاء يمكن يجب معرفه الاسباب والأعراض وايضا طرق العلاج اللي راح نتعرف عليها اكثر مع الدكتور محمود طبال رئيس قسم الجراحه استشاري جراحه الكبد والقنوات الصفراويه وايضا زراعه الاعضاء صباح الخير دكتور. صباح الورد حياكم الله الله حي. فيكم الله يحييك دكتور في البدايه خلينا نتحدث ما هي بالفعل حصوات المراره وكيف تتكون حصوات المرارة هي عبارة عن ترسبات صلبة تتكون في داخل جسم المرارة المرارة هي جزء من أعضاء الجسم اللي موجود في أسفل الكبد وهو وظيفته انه يخزن العصاره الصفراويه احيانا تتكون هذه الترسبات وقد تؤدي الى مشاكل واعراض مختلفه طبعا جميل هلا يمكن دائما حصوات المراره بيوصفوها بعض المرضى بانها مؤلمه جدا ويمكن ما بيقدروا يتحملوا المها ولكن في بعض الاشخاص بيخافوا من التدخل الجراحي اليوم قد مهم التدخل الجراحي حتى ما يتفاقم الموضوع وماذا لو لم يتم التدخل جراحيا. طبعا في كثير من المرضى بيجونا بحصوات المراره بالصدفه تكتشف، هذه الحالات هي الحالات الصعبه في التحديد في تحديد العلاج، لانه قد تكون هناك مضاعفات من الحصوات حتى ان لم يكن هناك اعراض، ولكن المشكله عندما تكون الحصوات موجوده ويكون هناك اعراض بالغالب تكون الاعراض هي عباره عن الام في اعلى البطن وقد تكون في الظهر او في الكتف ان تواجدت الاعراض بشكل عام بوجود الحصوات فهذا يستدعي الجراحه لانه ان تركت هذه الحصوات قد تتطور الامور الى مضاعفات شديده طبعا بعض المشاكل اللي ممكن المرضى يجوا فيها على الطوارئ بشكل عام هي التهابات شديده في المراره بشكل عام وجود الحصوات مع وجود اعراض لحصوات المراره يستدعي التداخل الجراحي هنا ولا يوجد اي حل ثاني غير التداخل الجراحي لاستئصال المراره. تمام، دكتور خلينا نتكلم اكثر ما هي الاسباب او العوامل اللي تؤدي الى تكوين حصوات المراره عند بعض الاشخاص. جميل هو بالنسبه لحصوات المراره هي بشكل مكونه من بعض المواد الكيماويه الموجوده داخل أو المكونات الموجودة داخل العصارة التي تخزن داخل المرارة النسبة الأكثر من هذه الحصوات هي من الكوليسترول اللي هو جزء دهني طبعا فلذلك المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة وكذلك المرضى اللي بيكونوا عندهم سمنة ويفقدوا الوزن بسرعة معرضين بشكل كبير أن يكون عندهم حصوات في المرارة كذلك النساء بشكل عام لان نسبه الدهون في في تكوين الجسم المراه بشكل عام هو اعلى من الرجل ف وبسبب الهرمونات ايضا تكون لديهم نسبه اعلى في حصول حصوات المراره هناك ايضا العمر قد يكون عامل وهو بالعاده اكثر من عمر الأربعين نساء الحوامل يكون لديهم فرصه لتكوين الحصوات اكثر من غيرهم بعض الامراض مثل امراض السكري والامراض التي تخص الكبد مثل زي تليف الكبد والامراض التي تؤثر على العصاره الصفراء في الكبد قد تؤدي الى تكون هذه الحصوات، وهو بشكل عام سبب تكوينها هو اختلال في توازن ايض الكوليسترول، هناك اسباب اخرى طبعا او مكونات اخرى للحصوات ولكن السواد الأعظم هو من الكوليسترول قد تكون من مادة البلوروبين الموجودة داخل العصارة الصفراء أو قد تكون من الكالسيوم أو زيادة حامض اليوريك وهذه أسباب أقل شيوعا من حصوات الكوليسترول طيب دكتور محمود هل الحل الجراحي هو الحل الوحيد المتاح امام مرضى حصى المراره ولا ممكن يكون في علاجات متطوره تعتمد على الليزر او ممكن المناظير ما بعرف اكيد في حلول اخرى ولا هل التدخل الجراحي هو الامر الوحيد اللي ممكن نستأصل فيه هذه الحصوات طبعا هو المراره زي ما ذكرت هي بشكل اساسي وظيفتها تخزين الحصاره، لذلك عدم وجود المراره بشكل عام لا يؤثر على حياه الانسان، ليس كالكلى اذا قارناها مثلا بحصى الكلى، لذلك دائما انا بذكر للمريض اذا اذا المراره بتشكل حصوات ومسببه اعراض والام لك فهي وجودها ضرر اكثر من المنفعه. في المقابل لا يوجد طبعا اي طرق في مرضى بيسالوني في طريقه انه نذوب الحصوات في طريقه انه نشيل الحصوات، العلاج دائما هو استئصال المراره كاملا. العلاج الجراحي الان تطور، ما بنتكلم عن شق جراحي كبير كما كان قبل 30 و40 سنه ولا حتى المنظار الجراحي اللي احنا الان شائع عندنا الآن كمان تطورنا إلى ما بعد ذلك وهو التداخل عن طريق الروبوت الجراحي وهذه كلها طرق دقيقة جروحها بسيطة جدا لا تتجاوز النصف إلى واحد سانتي تقريبا كل جرح ووجود المريض في المستشفى قد يكون لمدة ساعات أو بالكثير لمدة 24 ساعة والطريقه الوحيده بالمنظار اللي هو عن طريق الفم او السبب الوحيد للتداخل عن طريق منظار الفم لانه هذا كمان من الاسئله اللي نسالها دائما هو اذا اذا تطورت او نزلت هذه الحصوات الى القنوات المراريه الرئيسيه وهي عمليه مؤقته لسحب هذه الحصوات من القناه المراريه الرئيسيه ولكن الحل النهائي في في هذه الحالات هو استئصال المرارة كاملا بعد ذلك عن طريق التداخل الجراحي سهلا. وهو تداخل محدود كما يسمى الآن عن طريق المنظار الجراحي أو الروبوت تمام يعني دكتور محمود بما أنك ذكرت أن أكيد <applause> للمرارة وظيفة وعمل في جسم الإنسان حدوث هذا الخلل فيها وبالتحديد تكون بعض الحصوات وبعض أنواع الحصوات مثل ما ذكرنا شو هي المؤشرات أو الأعراض وكيفية أيضا تأثر باقي الأعضاء بهذا الشيء في جسم الإنسان هي الشائع دائما المريض بياكل ماده دسمه، ماده فيها زيوت، ماده فيها بنسميها المقالي او الدهون العاليه، اللحوم المدهنه، هذه الامور تحفز المراره انها تنقبض وبالتالي هذه الحصوات الموجوده في المراره اصلا قد تسبب الالام، الالام كما ذكرت هي في اعلى البطن او في الجهه اليمنى من البطن وقد تكون مصاحبه للغثيان للاستفراغ احيانا، إذا تطور الموضوع أكثر وهذه الحصوات أغلقت عنق المرارة قد يحدث أيضاً التهابات شديدة في المرارة، والمريض المريض قد يأتي بحرارة ارتفاع في الحرارة وقشعريرة أو رجفان، ولكن الآن وهذا طبعاً وشفنا بعض الحالات أنه ممكن أيضاً هذه تتطور لأنه في مرضى بيتحملوا على نفسهم، قد تتطور هذه الالتهابات إلى الغرغرينا في المرارة وانفجار المرارة او وجود الصديد داخل المراره هذه فعلا حالات متطوره وصعب علاجها بشكل عام اذا نزلت هذه الحصوات الى الاسفل ممكن انها تعمل ايضا اليرقان او الاسفرار اذا اغلقت احد القنوات الرئيسيه في المراريه الرئيسيه وهذا يؤدي الى التهابات في الدم والتهابات صعبه وبعض الحصوات ايضا قد ينزل ويغلق قناه البنكرياس ويسبب التهابات في البنكرياس نرى ايضا حالات صعبه بنزول هذه الحصوات الى الامعاء وقد تسبب ايضا انسداد في الامعاء في بعض الحالات القليله ولكن الكلام احيانا يتطور من من موضوع سهل علاجه وموضوع بسيط الى موضوع قد يؤثر فعلا على اعضاء متعدده في الجسم وعلى وقد يكون ايضا خطير في في بعض المراحل. يمكن ما بيقدر المريض يتصور انه ممكن الموضوع يتفاقم الى غرغرين المراره وكل الامور اللي ذكرتها، ولكن خلينا نرجع للوقايه في يمكن هذا السؤال، كيف ممكن نحن نقي انفسنا؟ شو هي الاطعمه اللي لو اصبنا بحصى المراره ممكن تخفف الالام او ممكن يكون لايف ستايل اتبعه اليوم انا في حال اصبت بحصى المراره لحتى ما ازيد من الالام اللي مصاحبه لهذه الحصى. هو انا نصيحتي قبل ما انه ننتظر انه الحصوات تحصل انه دائما الانسان يكون عنده هيلثي لايف يعني طبيعه الحياه انها تكون حياه صحيه الاطعمه تكون قليله الدهون بشكل عام قليله الزيوت الانسان لازم يقلل برضه من الاطعمه اللي هي الفاست فود اللي هي او الجانك فود اللي ممكن تكون مهدرجه فيها الزيوت هذه كلها بتزيد ايضا من خلل الكوليسترول وبالتالي تكوين الحصوات وكذلك نصيحه مهمه جدا للرجال والنساء الذين يحاولون انزال وزنهم ان يكون نزول الوزن بطيء لأن النزول السريع في الوزن قد يؤدي الى تكون الحصوات الحصوات اذا تكونت الحصوات لتقليل الاعراض دائما المريض يجب ان يتجنب الاكل الدسم لانه هذا بكل تاكيد قد يؤدي الى حصول الالام وبالتالي معاناه المريض، وبالنهايه زي ما ذكرنا الحل الامثل هو استئصالها ان حصلت الحصوات مع الاعراض. تمام، يعني دكتور انت ذكرت ان في حصوات في المراره وفي حصوات ايضا في الكلى، شو اهم من الاختلافات او الفرق بين الاثنين؟ وايضا هل هناك تشابه في الاعراض وايضا الاسباب سواء تكون الحصوات او الحصى في الكلى او في المراره؟ طبعا موضوع حصوات الكلى مختلف وهو تخصص مختلف نهائيا ولكن تكون حصوات الكلى بالعاده يكون من بالغالب من الكالسيوم او من بعض الاحماض زي اليوريك اسيد وهي الاقل سببا لحصول الحصوات في المراره فالاسباب مختلفه قليلا حصوات الكلى الامها ايضا مختلفه آه الالام دائما تكون شديده جدا لا تحتمل وتكون في اسفل الظهر وقد يحصل ايضا بعض الالام عند التبول عند المريض ووجود الدم كذلك سواء بالمرئي او عن طريق الفحص المجهري ولكن علاجها بشكل عام مختلف جدا عندما نتكلم عن حصوات الكلى اذا هناك مشكله في الكلى بتكوين الحصوات نحن لا نستطيع ان نستغني عن الكليه ولذلك يوجد دائما طريقة لعلاجها عن طريق التفتيت وعن طريق السحب بالمنظار أو ما شابه لأنه أنا في النهاية ما بقدر أني أستغني عن الكلية ولكن المشكلة في هذه الحالات هي إعادة تكون هذه الحصوات مرة أخرى سبب تكوين الحصوات موجود لم يزال لذلك في المرارة دائما العلاج مختلف بما أن وظيفة المرارة ليست مع العلم أنها مهمة ولكن ليست بأهمية وظيفة الكلى وعدم وجودها قد لا يؤثر على المريض إذا كانت مريضة لذلك ننصح باستئصالها بشكل تام وكذلك لا يوجد أيضا طرق لتفتيت الحصوات في المرارة وإذا فتتت لو فرضنا أن هناك طرق لتفتيت الحصوات في المرارة سترجع هذه الحصوات وتتكون مرة أخرى جميل. معاناة مريض الحصوات الكلى أتوقع أنه قد يكون أكثر لأنه زي ما ذكرنا حتى لو تم تفتيت الحصوات سي... قد قد ترجع يعرض مرة إلى ثانية. مرة أخرى. جميل. طب دكتور هل في علاقة بين الشخص اللي يصاب بحصى الكلى وحصى المرارة هل وجود حصى الكلى ممكن أن يشير إلى أنه أن هذا الشخص أيضا ممكن يصاب بحصى المرارة والعكس صحيح أو ما في علاقة؟ هو ما في علاقة مباشرة ولكن قد يكون هناك ربط في الحالات الحصوات المرارة الأقل شيوعاً. يعني انا زي ما ذكرت اسباب حصوات الكلى مختلف عن تكون حصوات المرارة لكن بشكل عام من ناحيه جينيه ومن ناحيه جسم الانسان في بعض المرضى بنسميهم ستون فورمرز، يعني عند جسمه عنده قابليه قدرة ليكون الحصوات, الحصوات اكثر من غيره، صح. وقد تكون هذه في الكلى مصاحبه ايضا للمراره في نفس الوقت، نراها في بعض المرضى ولكن لا يوجد رابط رئيسي لان الاكثر شيوعا في كمسبب لحصوات المراره مختلف عن حصوات الكلى. صحيح، يعني دكتور محمود المناظير هي احد احد طرق التشخيص الطبيه او العلاجيه ايضا في بعض الاحيان، لكن في اشخاص يخافون ويعني يفكرون في الموضوع انها جدا مؤلمه، بالتالي هل هي فعلا مؤلمه او يتم يمكن التخدير قبل عمل المناظير؟ يعني خلينا نطمن الناس اليوم ونشجعهم على التشخيص الصحيح وايضا السليم لتواجد الحصوات. كتشخيص لطمأنة الناس التشخيص جدا سهل وليس أيضا بالمناظير هو فقط عن طريق اللي هو فحص بسيط اللي هو الإيكو أو الألتراساوند أو السونار فحص جدا سريع بسيط لا يوجد أي تداخل فيه لذلك التشخيص سهل جدا ولكن المناظير أحيانا نحتاجها زي ما ذكرنا إذا كان هناك حصوات شاكين أنه في حصوات نزلت للقنوات الرئيسية المرارية في هذه الحالة دكتور تسمعنا؟ طريق الفم قد نحتاج إيه لتنظيف هذه القنوات. نعم نعم إيه تفضل سامعكم. دكتور إيه تمام تفضل كمل. جميل آه. ما بعرف وين سمعتوني. <applause> وصلت قلت اذا وصلت الحصوات الى احدى القنوات يجب التدخل المنظاري الجراحي، تفضل. المنظار اللي هو عن طريق الفم وليس المنظار أيوة. الجراحي لتنظيف تمام. هذه القنوات وبعد ذلك يتم اجراء المنظار الجراحي لاستئصال المرارة كليه. طبعا المنظار الجراحي يتم عن طريق التخدير، عمليه بسيطه لا يجب الخوف منها بشكل عام، خصوصا عند الجراحين المتمرسين والمتخصصين في هذا الموضوع. وزي ما ذكرت هي تجرى عن طريق فتحات صغيره بنستخدم كاميرا وحتى على الروبوت الان صرنا نستخدم اللي هي الشاشه ثلاثيه الابعاد. فلذلك دقة الرؤية والعمل الآن تطور بشكل كبير لتقليل المخاطر من هذه العملية وبإذن الله هي عملية الله. آمنة إذا لم تكن هناك مضاعفات من التهابات المرارة يعني إذا تمت إجراء العملية في وقت مبكر عند حاجة المريض لها تكون نتائجها جيدة وخروج المريض من المستشفى زي ما ذكرنا خلال ساعات أو خلال يوم بالكثير صحيح. بالكثير يعني لا خوف من العمليه باذن الله طب دكتور ذكرت كذا مرة من خلال حديثك انه المرارة مانها بأهمية الكلى وممكن يقدر المريض يعيش من دون مرارة بعد عملية استئصال المرارة، ولكن هل في توصيات من الطبيب للشخص اللي استأصل المرارة؟ أكيد أي عضو في جسم الإنسان له أهميته وعدم وجوده ممكن يحتاج، أوكي ممكن ما يأثر عليه بشكل كبير ولكن يحتاج بعض الرعاية الخاصة أو الاهتمام في أمور معينة، اليوم أنا استأصلت المرارة، هل في توصيات معينة للأشخاص اللي استأصلوا المرارة ليقدروا يعيشوا بشكل صحي وسليم من دون التأثر بعدم وجود هذا العضو في جسمهم؟ لا بشكل عام المرضى اللي بيراجعوني بعد عملية استئصال المرارة لا لا يشكو من أي شيء يعني رئيسي. أمورهم بتكون جيدة بدون وجود المرارة ولكن نصيحتي للمرضى دائما خلال أول أسبوعين إلى شهر أن يحاولوا أن يتجنبوا أو يقللوا من المواد الدهنية، لأنه المرارة دائماً تحفز عن طريق هذا هذه الأكلات الدسمة للعمل، وهي هي عملها يعني تنظيمي لهضم الدهون، فالجسم قد يحتاج لبعض الوقت حتى يتعود على عدم وجودها، وبعد ذلك تكون الأمور طبيعية، فلن يكون هناك أي مشاكل بإذن الله بعد فتره من الزمن بدون وجودها. بعض الناس لاسباب متعدده طبيعه جسم اختلاف في في تكوين الجسم قد يكون لديهم اعراض لا تكون شديده ولكن اعراض مثل الاسهال من وقت الى اخر او الانتفاخ في البطن ولكن هذه لا تحدث عند كل المرضى ولا حتى عند نسبه عاليه هي نسبه قليله من المرضى وهذه في النهايه ليست بالاشياء الرئيسيه التي قد يعاني منها المريض كما كان يعاني من الالام في وقت وجود الحصوات في المراره. تمام، يعني دكتور محمود ذكرت هناك عده اسباب وعوامل ممكن نقول يمكن اللايف ستايل او النظام الصحي والغذائي يؤدي الى تكونها عند بعض الاشخاص وبالتحديد البالغين، هل ممكن تتكون حصوات المراره عند الاطفال او صغار السن في بعض الاحيان او بعض الحالات؟ والله رايناها في بعض الحالات لانه انا من الاشياء اللي ما ذكرتها اللي هو من العوامل الخطر ايضا العوامل الجينيه. بعض المرضى لديهم عامل وراثي لتكوين الحصوات، قد لا يكون قد يكون ضعيف في الحجم، قد يكون صغير في السن، ليس لديه اي مخاطر من اللي ذكرتها وتتكون لديه الحصوات في المراره بسبب عوامل جينيه، بعض المرضى حتى الصغار في السن لديهم ايضا امراض مزمنه مثل مرض السكري اللي قد يزيد من احتماليه حصول الحصوات. نراها ولكن بنسبة جدا أقل من المرضى البالغين ومن النساء بشكل عام والعمر اللي ذكرناه اللي هو ما بعد الأربعين فنسبة وجودها قليلة في الأطفال ولكن إذا ذكر إذا يعني تخيلنا كنسبة فممكن من كل مئة أو حتى أكثر من مئة مريض من البالغين قد نواجه صادف طفل. طفل. لديه هذه المشكلة فعلا يمكن حصوات المرارة بحاجة لاهتمام ومتابعة من قبل المريض وأيضا الطبيب وما مفروض الواحد يمكن يسكت عن آلام المرارة ويتركها تتفاقم <applause> لتصل إلى الحالات اللي ذكرتها دكتور استشاري جراحة الكبد والقنوات الصفراوية وزراعة الأعضاء الدكتور محمود طبال شكرا كثير لك على هذه المعلومات يعطيك العافيه دكتور العفو. الله يعافيكم اهلا وسهلا نورت شكرا شكرا, شكرا. مشاهدينا رح ننطلق معكم لفاصل قصير ومن بعده راجعين مشاهدينا وصلنا واياكم لاخبار السعاده في دوله الامارات العربيه المتحده وبالتحديد من اماره الشارقه اهدى سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه رعاه الله بيت الحكمه في الشارقه مجموعه من المؤلفات النادره المكونه من 646 اسطر باللغه الفرنسيه في التاريخ الجغرافيا والفنون والادب والفلسفه وغيرها من المجالات الثقافيه وايضا الادبيه وذلك ضمن مكرمه جديده من سموه بغرض اثراء مجموعه التراث العربي الاسلامي اللي يحتضنها بالتحديد بيت الحكمه في اماره الشارقه. دائما ما تهتم اماره الشارقه يا زينب بالثقافه وايضا الكتب والمكتبات، حيث تحتوي هذه المجموعه المهداه على تشكيله من المؤلفات التاريخيه النادره التي يعود تاريخ نشرها الى اواخر القرن التاسع عشر وتمثل أيضا إضافة مميزة تثري المخزون الثقافي وأيضا المعرفي الواسع لبيت الحكمة في الشارقة وتعزز من محتواه لدى الباحثين وأيضا الأعضاء والزوار الراغبين في استكشاف تاريخ الشرق الأوسط وأيضا التزود بمعلومات نفيسة حول خصائصه الفنية والثقافية وأيضا التاريخية إبان هذه المهد... الكتب المهدأة بالفعل دعاء ودائما نقول بيت الحكمه في اماره الشارقه بالتحديد هو غني بالعديد من الكتب الخاصه بالثقافات بالاداب وبالاداب ايضا وبالثقافات والمعارف المختلفه للعديد من اللغات العالميه وهو دائما محط اهتمام سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه رعاه الله وايضا اهتمام اماره الشارقه عاصمه الثقافه ننتقل واياكم الى عالم البطولات والمنافسات الرياضيه بالتحديد في اماره لفجيره قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو اقامه البطوله العربيه للمنتخبات للناشئين والناشئات ايضا والشباب والشابات، البطوله العربيه للانديه للفئات العمريه المختلفه، بالتحديد باماره لفجيره بدوله الامارات اللي راح تنطلق وراح تكون من تاريخ 16 حتى 20 نوفمبر 2023. وعشرين العام القادم، وتقام هذه البطولة العربية للأندية للرواد رجال الأعمال وأيضا السيدات والشباب والشابات في النصف الاول من ديسمبر بالعاصمه المغربيه الرباط ويسبق هذه البطوله اكيد انعقاد العديد من الاجتماعات ومجلس اداره الاتحاد العربي للجودو. صحيح ايضا قرر الاجتماع اعتماد رزنامه بطولات وايضا نشاطات الاتحاد العربي للجودو لعام 2023 والتي ايضا تضمنت اقامه البطوله العربيه للمنتخبات الوالي ال21 للرجال رجال وال14 للسيدات في الدوحه القطريه وايضا تقام هذه البطوله العربيه للانديه والبراعم وايضا الاشبال والناشئين والناشئات والرواد من الجنسين في العاصمه المصريه القاهره يونيو المقبل، طبعا كانت هذه اخبارنا للسعاده لليوم، خلينا نروح لفاصل قصير ومن بعد راجع التكنولوجيا جميع مناحي وايضا جوانب الحياه ولكن لما اتت للقطاع التعليمي زادت من فاعليه التعليم ففي بعض المنصات التي ابتكرت حديثا صنعت من اجل تسهيل العمليه التعليميه وايضا الابتكاريه ما بين المعلمين وايضا اولياء الامور لافاده الطلبه بالفعل دعاء يمكن هذه المنصات الالكترونيه التعليميه والتربويه افادت العديد من المعلمين التربويين وايضا كان الطرف الثالث المستفيد طلابنا من خلال العديد من الانشطه وايضا المحتوى الثقافي والتربوي والتعليمي، اليوم راح نتكلم عن احدى هذه المنصات منصه ادو فكره مع رائده الاعمال المجتمعيه والمدربه المعتمده استاذه منى النهدي صباح الخير. اهلا وسهلا يا هلا شكرا على الاستضافه وعلى دعم الافكار الرائده وايضا على تخصيصكم وقت من برنامجكم لموضوع التعليم جدا مهم يعني, يعني, يعني. اكيد استاذه منى آه لازم يكون هناك دعم اكيد لمثل هذه المنصات اللي دائما تركز على ابنائنا الطلبه المعلمين وايضا اولياء الامور كلمينا اكثر استاذه منى ما هي فكره ادو فكره وهذه المنصه التعليميه التربويه ممتاز آه ادو فكره هي شركه مجتمعيه ناشئه ابتدينا آه بابريل 2011 21 هدفنا الاساسي من البدايه كان ان احنا نخلق مجتمع تعليمي مهني أه للمعلمين أه بدرجه اولى والتربويين بدرجه ثانيه يتشاركون في المعارف يتبادلون الخبرات وايضا يكون مكان او وجهتهم الاولى تمكنهم في شو في تحقيق جوده التعليم وايضا تحقيق التنميه المستدامه أه لما جينا نشوف أه في العالم العربي ليش العالم العربي لان العالم العربي أه عندنا الممارسات مختلفة عن العالم الأجنبي، في منصات كثيرة من هذه الأنواع في العالم الأجنبي يعني وباقي الدول، لكن في العالم العربي شفنا أن في مبادرات صغيرة بين في مجتمعات مهنية صغيرة بين المعلمين، في جروبات الواتساب، التليجرام إلى آخره، لكن ما في منصات تعنى بالمعلمين بدرجة أولى، فقلنا ليش ما نكون نحن المكان هذا اللي لأن المعلم هو الأساس في العملية التعليمية. وإذا نحن بدنا نسوي تغيير حقيقي ونكون حافز للإبتكار التعليمي في الوطن العربي لازم نعطي المعلم كل ما يحتاجه عشان المكنة ويقدر يكمل مسيرته ويقدر يسوي أثر حقيقي في المجتمع وفي مستقبل الطلاب جميل أنا إيش بتوقع اليوم إذا كنت معلمة ودخلت منصة إيدو فكرة إيش ممكن أشوف؟ شو هي المرافق اللي موجودة أو شو هي الخصائص الموجودة بهذه المنصة اليوم؟ أنا إيش بقدر أستفيد كمعلم من هذه المنصة؟ احنّا دائمًا نقول إن عندنا أدوات تمكين، المعلم عنده كثير تحديات في عمله اليومي، يمكن هذه التحديات زادت بالفترة الأخيرة، كورونا سلط بعض الضوء على التحديات اللي يواجهها المعلم، وأكيد كثير من الأمهات عانوا في تعليم أطفالهم. صح. لأن الجيل اختلف، طريقة التفكير اختلفت، التكنولوجيا صارت جزء مهم جدًا، ويمكن المعلم لسه ما وصل لمرحلة إنه هو قادر يتماشى مع هذه التحديات. ففكر فكره في ادوات التمكين اول ما ابتدينا فيه كان ما سميناه مركز الموارد شو هو مركز الموارد دائما اشبهها بامازون هو عباره عن سوق الكتروني اي معلم يقدر ينضم فيه كصانع محتوى وايضا يكون فيه مستفيد يعني انا معلم اقوم باني مثلا اعداد خطه درس في فصلي وهذه خطه الدرس اتبع فيها اساليب جديده ابتكر فيها اصمم فيها محتوى تعليمي معين فيديو محتوى صوتي الى اخره وبس استفيد معاها مع طلابي، لكن في معلمين ثانيين ممكن يستفيدون من هالشيء، يدرسون نفس الماده مش بس بالامارات، انا اتكلم على مستوى عالم عربي ككل. فعن طريق المنصه المعلم المبدع المبتكر اللي عنده موارد تعليميه هو قام بصناعتها يقدر يحطها في المنصه عن طريق فتح متجره الخاص، يكون رائد اعمال، معلم رائد اعمال، يفتح متجره الخاص، وتكون هذه الموارد عباره عن منتجات تعليميه وممكن انه يا اما يشاركها مجانا لان احنا دائما نقول احنا شركه مجتمعيه فالاثر جدا مهم عندنا او انه يبيعها على معلمين اخرين، في ناس يقولون ليش المعلم يستفيد؟ لا المعلم لازم يستفيد لانه اذا ما في كان عنده مردود مالي، اذا ما في عنده كان آآ آآ خلينا نقول تقدير للشيء اللي يسويه ما, ما راح يكون في حافز ما راح يكون في حافز بالضبط، والدول بشكل عام الوزارات والدول ما اتكلم عن الامارات بشكل خاص يعني، اتكلم عن جميع الدول العربيه فيها خلينا نقول الامتيازات اللي تنعطى للمعلمين مختلفه من بين دوله لدوله، فانا ممكن في الامارات المعلم يكون مكتفي الى درجه معينه، ولكن هل هذا يعني انه بدول ثانيه؟ ممكن يكون محتاج هذا الدعم، ودائما يعني لما يعني في كثير من المعلمين وهذا صراحه شيء يعني لازم الواحد يذكره، انه يقول انا ما بي ابي ابي، يعني انا بس ابي انشر ابي افيد الغير بالضبط، فاحنا قلناهم اذا فيه اي ماده تنزل في الموقع ماده مجانيه، اظل مجانيه. واليوم الحمد لله عنا أكثر من اثنا عشر ألف تحميل للموارد المجانية من على المنصة. يعني المنصة ما صار لها زمان يعني، بس الحمد لله فضل رب العالمين إن هذه المكان اللي يكون هو يبنون يعني في قدراتهم إبداعاتهم وفي نفس الوقت يشوفون الأثر. والاثر يمتد لدول كثيره ولا معلمين ثانيين ولا طلاب في العالم جميل جدا يعني ما مركزين فقط على دوله الامارات بالتالي يمكن استاذه منى ذكرت انكم قاعدين تعطون المدرس كادوات واستراتيجيات ايضا يتبعها في الطرق التعليميه وايضا التدريسيه والتربويه بالتالي المحتوى كيف تم تغيير المحتوى في هذه المنصه يمكن المناهج الوزاريه ومناهج وزاره التربيه والتعليم دولة الامارات ما شاء الله دائما في تغيير وتجديد لتتماشى مع العقول تتماشى ايضا مع نقول المدارك والمعارف الفكريه والمعرفيه وايضا الخاصه بنمو الاطفال وبالتحديد في مراحل الابتدائيه لو راح نتكلم اكثر عن يمكن المحتوى اللي تركزون عليه كيف ممكن تخلونه محتوى ابتكاري وابداعي اكثر احنا دائما نقول ان عشان المحتوى يكون ابتكاري أو خلينا نقول شو شو أهم أسس الابتكار هو إنه يكون في نظام بيئي يكون يدعم هذا الموضوع فواحد من الأشياء اللي تواجه المعلمين في عملهم اليومي إنه بكثرة الضغوطات يوصلون لمرحلة إنه بس أنا بقدم الدرس بالأشياء اللي عندي إياها مزوا ما رح أبحث ما رح أدور ما رح أتبع صالب جديد لأنه ما عندي وقت لاني انا مضغوط لان عندي متطلبات ثانيه من الاداره الطلاب يعني السنه الدراسيه صارت يمكن اقل شوي ف... فما عندهم وقت اصلا للتفكير بافكار جديده فاللي صار في المحتوى او الهدف الاساسي من المحتوى اني انا بعطيك موارد جاهزه في المنصه بهذه تقلل الضغط تزيد عندك جوده الحياه فتعطيك مجال للابتكار والابداع وانك تفكر باساليب جديده وبنفس الوقت انا لما اشوف يعني واحنا هذا احنا من الاسباب اللي راح اطلقنا نطلق فيها مسابقات دائما تكون تنافسيه انا ابغى اشوف وين الناس المبتكرين وهذيل الناس يكونون هم الموردين للموارد هم يعني في النهايه اي ابتكار وهذا الشيء نواجهه كثير في موضوع تكنولوجيا التعليم ان معظم الاحيان التكنولوجيا يتم تصميمها بناس متخصصين تكنولوجيا مش تعليم تيجي للمدرسه او تيجي للمعلم المعلم يستخدمها ما يستفيد في الفصل ف يعني من خلال مناقشاتنا مع المدرسين المدرس يستخدم يمكن خمس ست عشر برامج بالفصل بنفس الوقت بس عشان يوصل معلومه واحده بدرس واحد هذا الشيء ضغط على المعلم ضغط على المدرسه ضغط على الطلاب نفسهم ممكن يكون يشتت وايد فلا احنا بنسوي دروس نموذجيه تكون هذه الدروس النموذجيه موجوده على المنصه نتعاون فيها مع خبراء وخلاص تكون هي مصدر مرجع للمدرس انه هو اذا بيسوي شيء جديد ممكن يشوف احنا وين وصلنا ويكمل عليه واذا هو عنده اوريدي شيء هو ابتكره يكون المكان هو موجود عشان يرجع ويحطه ويسفيد في معلميه ثانية جميل طيب هلا يمكن اتساءل كونها انه هي ما انها تخص فقط دوله الامارات وهي منصه مفروض انها عربيه هل يتم تقسيم هاي الاشياء على مناهج دراسيه تخص دوله الامارات دولة الكويت فلنفترض المملكة العربية السعودية ولا مواضيع عامة ممكن مثلا أنا أبحث اليوم عن قانون نيوتن الأول أو حل. قانون نيوتن الثاني أو أرخميدس مثلا كيف بيتم البحث بقلب هاي المنصة؟ فإحنا لما كان توجهنا دائما ان احنا ان الهدف الاساسي الاخير انها تكون سهله للاستخدام ان عن طريق خطوات بسيطه المعلم يقدر يحصل او المربي يقدر يحصل المواد اللي يحتاجها في صنفنا المناهج صنفنا الدول وصنفنا ايضا موارد ما لها علاقه بالمنهج وهذه تخدم اولياء الامور كثير انشطه غير صفيه انشطه ممكن لها علاقه او موارد لها علاقه بالمواسم رمضان العيد الى اخره حتى زينه العيد حتى يعني كل مورد رقمي احنا الموارد الرقميه موجوده انها كلها موارد رقميه فممكن يكون اشياء مثلا صممها مصمم اللي في العيد وحطيناها كمورد وهذا المصمم موجود عندنا يا وحطيناها كمورد في المنصه وصار ولي الامر او المدرس يقدر يروح وينزلها فالفلتر اللي استخدمناه في الموقع والتصنيفات صنفناها حسب الفئه العمريه نركز كثير على مرحله اللي هم الروضه الى الثانويه لكن بعد حتى في الفلتر حطينا اللي هي موضوع تطوير المعلمين التعليم المستمر وأيضا الدراسات العليا لأن إن شاء الله هذه من خططنا المستقبلية أنا بعد نضيفهم وبعد حطينا وسومات بحيث أن حتى المواضيع أو حتى مثلا المناسبات العيد إلى آخره يكون حتى يقدر سهل عليهم البحث عن طريق الوسومات هدفنا إن شاء الله بإذنه تعالى شاء أن يكون المنصة فيها شيء يخدم كل معلم كل ولي أمر وكل طالب في العالم العربي وحتى العرب الموجودين وعندنا كثير من المشتركين في المنصه من العرب الموجودين في الخارج ان شاء الله. يعني من الرائع جدا استاذه منى ايضا مركزين من على ولي الامر، بالتالي يمكن اكيد المحتوى المتواجد للمعلم والتربوي مختلف لانه راح يدرس بطريقه تعليميه اكثر، بطريقه اكاديميه تربويه اكثر، بس. بالتالي لو نتكلم عن المحتوى الخاص او الانشطه اللاصفيه الخاصه بولي الامر، كيف وصلتوا للفكرة الفكره بالفعل عشان ولي الامر يقدر يتشارك؟ هذه الأنشطة وهذا المحتوى التربوي التعليمي مع الطفل في المنزل. آه اللي شفنا أولياء الأمور ما شاء الله يعني الحمد لله احيانا يقول رب ضارة نافعة. آه في كورونا كثير من الأهالي يمكن ما كانوا مستوعبين. كثر لازم هم يحطون جهد عشان صح. يساعدون أطفالهم في العمليه التعليمية ويمكن كانوا متكلين وايد على المدرسة وعلى المدرس لكن بعد كورونا حسوا أنه والتعليم عن بعد اكتشفوا أنه هم عندهم مسؤولية أكبر فالأهالي دائما يدورون على شيئين أول شيء أنا في المستوى الأكاديمي لولدي أو لبنتي لطفلي يعني كيف ممكن احسن هذا المستوى؟ فكثير من الاهالي يعني في الصيف انه عيالي العربيه عندهم مشكله في القراءه، في الكتابه، ابي انشطه تساعدهم في الكتابه الى اخره، فالحاجه موجوده وهم مستوعبين هالشيء، لكن كان عندهم صعوبه يمكن في كيف يوصلوا لها في العالم العربي. وبعدين في ايضا عندنا بعض الانشطه اللي لها علاقه بالمواضيع الجديده، صعوبات التعلم، التوحد الى اخره. فحاولنا ان احنا يكون في عندنا خاصه في الصيف فتره الصيف يكون عندنا تركيز كبير على الانشطه اللي لها علاقه باولياء الامور وبتعزيز مهارات الاطفال، ممكن تكون مهارات لها علاقه بمعدلهم الاكاديمي وتحسين التعليم بشكل عام، او مهارات وانشطه تساعدهم في مهارات تعزيز مهارات او تطوير مهارات حياتيه عن طريق أنشطة مثلاً تعزز التفكير، قراءات قصص، أنشطة لها علاقة بالتحليل، التواصل، فالحمد لله يعني نعتمد كثير على فريقنا المبدع أشكرهم من هذه، وأيضاً على شركائنا، دائماً نسميهم شركاء النجاح، صناع المحتوى التعليمي الموجودين عندنا اللي هم التجار أو صناع الم... شو ما تسمينهم، هم دائماً أقول أنتم عليكم المسؤولية أنكم دائماً تبتكرون شيء جديد، تشوفون شو محتاجين، وفي عندنا حتى من صناع المحتوى في أهالي. انا سويت نشاط وصف. لولدي انا سويت نشاط لولدي او آه. لبنتي وحابه وايد اشاركه ويا امهات ثانيه جميل واستضفنا بعض الامهات حتى دائما نسوي فعاليات فاستضفنا بعض الامهات في الفعاليات وايضا شاركوا تجاربهم ف... فان شاء الله يعني احنا الله. مثل ما نقول كل ما توسعنا وكل ما قدرنا جميل. ان نعزز المحتوى الموجود في المنصه كل ما قدرنا آه... للامانه منى الفكره رائعه آه يعني آه بهني اصحاب هاي الفكره ويمكن آه بتمنى لها انه تتوسع بشكل اكبر في السنوات الماضيه كنا نشوف الاهل يمكن بيعانوا بس يبلش الطفل يكبر بالمراحل الدراسيه تلاقي الاهل مو قادرين يواكبوا الفرق بين الاساسيات اللي هي بالصف الاول والثاني والثالث بس تبلش تصعب الرياضيات والعلوم بتلاقي الاهل ممكن يشعروا بجهد وجود منصه مثل هيك ممكن تساعد اليوم الاهالي هم ايضا يتعلموا مع اطفالهم ولكن يمكن حكيتي شوي لما زينب سالتك عن كيف نخلق المحتوى الجذاب يمكن اللي فيه تفاعل مع الطفل لحتى يتعلم بشكل اطفال ولكن شو بالنسبه ليمكن المناهج الدراسيه للمراحل المتقدمه مثل الثانويه مثلا احنا نتذكر الخوارزميات وامور كانت صعبه جدا يمكن حتى المواد جامده كيف اليوم نحن ممكن نخلق من هذه المواد اللي هي العلميه الصعبه محتوى مبتكر وفيه انشطه ممكن تعليميه سبحان الله الـ الـ كل ما زاد العمر او المرحله التعليميه كل ما صارت الصعوبات اكثر على المعلم معلم. مش حكي. بس توصيل المعلومه وتبسيطها للطالب بس حتى انه يجذب اهتمام الطالب يعني الطالب وهو صغير صح انه مشغول وحركي والى اخره بس لما يبدا يصير عمر المراهقه حتى الاهالي يقول إن احنا يحس انه حر اكثر 100% يعني حتى ان المدرس على اساس يوصل للطالب ويبني بينه علاقه والى اخره فاحيانا تكون العائق الحقيقي مش في الماده العلميه، الماده العلميه اوريدي الوزاره اشتغلت عليها وحطوا المنهج بطريقه ممكن تناسب كثير الطلاب والى اخره، هي كيف الفصل يدار بين المعلم وبين الطالب بطريقه تحبب الطالب بالماده، بطريقه تسهل عليه، بطريقه حتى يصير في عنده آه يعني جاهزيه انه هو يصير عنده تعلم مستمر انه يروح البيت ففي جزئيتين حقيقه، في جزئيه التعليم وفي جزئيه اللي هي اداره الفصل وكيف تكون العلاقه بين الطالب وبين المعلم. فهذا من الامور اللي احنا حتى قاعدين نواجه فيها تحديات ومن هذا المنبر يعني اقول اذا في اي معلم عنده طرق جذابه لان العمر الصغير تقول اوكي انا بعطيه لعبه والى اخره وبيستانس لكن العمر الكبير انك انت تعزز فيه دائما كيف يقدر يطور كيف يقدر يحب الماده وكيف يقدر يكون دائما مهتم فيها مو شيء سهل ف... فان شاء الله باذن تعالى يعني الحين احنا اللي قاعدين نسوي ان نتعاون مع محتوى تعليمي مختلفين نشوف بالضبط شو الحاجه وكثير من المعلمين حتى يعني الخاصه المعلمين الجدد ان انا ابغى ادرس ماده رياضيات ابغى وما ما... ما, في طريقه الا بالشرح العادي فلا التغذيه الراجعه مهمه كيف تربط الرياضيات او الفيزياء او المواد الصعبه بالحياه بعد موضوع جدا مهم فان شاء الله يعني خطوه بخطوه نطور هذا المحتوى مع صناع المحتوى اللي عندنا اياهم وايضا المعلمين المبتكرين رائع فعلا. يعني استاذه منى ايضا ما اكتفيت يمكن بمنصه ادو فكره عندكم ايضا بعض المبادرات الخاصه بالمعلمين والتربويين ولها العديد من الاهداف اكيد اللي تصب دائما في مصلحه المعلم والتربوي وبالتحديد في البيئه المدرسيه وفي الفصل الدراسي اكثر عن هذه المبادره واهدافها. بالنسبه للمبادرات المجتمعيه احنا عندنا تقريبا كل سنه ممكن يكون مبادرتين الى ثلاث اما انها تركز في موضوع تعزيز دورنا في المجتمع وتعرف الناس على المواضيع الاساسيه المهمه عن طريق فعاليات، عن طريق تدريبات للمعلمين الى اخره. وايضا عندنا مبادرات مجتمعيه نكرم فيها اصحاب المميزين المعلمين المميزين اللي عندهم بصمه في العالم العربي. حاليا اطلقنا مسابقه او خلينا نقول مبادره مجتمعيه سميناها مبادره رواد التعليم اطلقناها في يوم العالمي للغه العربيه وكان 18 ديسمبر هدفنا الاساسي فيها التركيز على الامارات واحد من من المناه او خلينا نقول من المستجدات في موضوع تعليم اللغه العربيه في الامارات هو منهج جديد اسمه منهج سلامه فشفنا ان في تحديات يواجهها المعلمين هم يحصلون موارد تعليميه وكيف انهم يقدمون دروس نموذجيه لهذا المنهج فقلنا خلاص هذه فرصه ان احنا نركز على الامارات فان شاء الله بالثلاث اشهر القادمه راح يكون في عندنا مسابقه ندعو فيها كل معلمين اللغه العربيه من الصف الاول الى الصف الرابع انهم يشتركون ويانا ويقدمون دروس نموذجيه هذه الدروس النموذجيه ان شاء الله راح تحكيمها وتقييمها من لجنه من الحكام عندهم خبره اكثر من 20 سنه، كلهم موجودين بالامارات اوريدي يعني راح نعلن عنهم ان شاء الله بالفتره القادمه وراح يكون الهدف منها ان نثري المحتوى التعليمي لا علاقه بهذا المنهاج وايضا نكرم الرواد في تعليم المنهاج ويكونون هم المصدر والمرجع اللي راح يدرب ان شاء الله ويطور شاء الله. ويعزز مهارات المعلمين الثانيين الموجودين جميل في جدا منى ولكن عندي سؤال هل ممكن تفتح هذه المنصة للطلبة ليشاركوا يمكن ملخصاتهم يعني أنا بتذكر أنا لما كنت طالبة كنت دائما ألاقي طريقة أحتل فيها على نفسي وأصنع يمكن المنهج الدراسي بطريقة مختلفة بالألوان بالرسومات بطريقتي البسيطة أحيانا ولما أشاركها مع زميلاتي لقوها كثير فعالة ويستفيدوا منها ويقولوا أجتنا بالامتحان وما تذكرتها إلا لأنك أنت عاملاها بالطريقة الفلانية هل ممكن أن تنفتح المنصة أمام حتى الطلبة ليشاركوا طريق توم طريقة دراستهم طريقة تلخيصهم في بعض الاحيان او فهمهم لا يمكن هذا المنهج الدراسي بطريقه مختلفه لانه زي ما في بين المعلمين مبدعين الطلبه ايضا مبدعين وايضا يمكن عندهم المام بالتكنولوجيا اليوم ودائما ممكن يكون الموضوع اسهل من منظور الطالب كونه هو قادر يشوف الامور من المستوى الخاص فيه صراحة فكرة جميلة احنا يمكن ما قمنا ما, ما طبقناها لان كان هدفنا ان احنا ما نبغى نبعد عن التوجه الاساسي، في كثير منصات تدعم الطلاب بحكم ان الطلاب هم المستفيد او هم هم الهدف يعني حتى احنا هدفنا الاساسي هو في النهاية الطلاب، كيف نحسن من جودة التعليم، لكن كنا نقول نبغي دائما نركز على المعلم لان الطالب عنده مصادر كثيرة المعلم يمكن ما عنده هذه المصادر. حاولنا نقوم ببعض المبادرات لها علاقه بالطلاب يعني دعم, دعم يعني قمنا بدعم اكثر من مبادره وحتى في مبادرات احنا سويناها في موضوع تعلم اللغه العربيه والى اخره لكن معظمها كانت في التنافس بينهم في في تحقيق هدف معين ما قد فتحناها حقيقة للطلاب ولكن بالعكس اقتراح جميل وأنا دائما أقول منصة إدو فكرة وجودها أن هي تكون من المكان اللي دائما متجدد نشوف بالضبط شو في افكار في المجتمع شو في مبادرات في المجتمع شو الاحتياجات الحقيقيه للمعلمين وللطلاب في العمليه التعليميه وايضا ندخل فيها شركاء دائما اقول يعني حلو. يعني تتجدد الافكار بالضبط في مقوله جميله جدا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الله يحفظه, الله يحفظه ان ضروره تضافر جميع الجهود لدعم دور المعلم يعني المعلم لحاله المدرسه لحالها الوزاره فهل. لحالها لا يعني ابدا يعني حتى القطاع الخاص له دور انه هو يدعم المعلمين القطاع الحكومي المؤسسات الربحيه وغير الربحيه فكيف ان احنا نكون المكان إن شاء الله, شاء الله بالعكس شاء الله. اقتراح جميل جدا وناخذ ان شاء الله ونسوي واحده من المبادرات بس نبين فيها الطلاب المميزين إن شاء الله. رب يعني استاذه منى خلينا نساعد اليوم اولياء الامور بشكل كبير عشان يتعودون على استخدام مثل هذه المنصات نظرا اللي قلتي يمكن جائحه كورونا والله الحمد اللي عدت على خير يمكن اولياء الامور وايد تدخلوا في الدراسه الخاصه بالاطفال وتعلموا وايد اشياء خاصه عن طريق الاشياء الاونلاين وايضا المنصات الالكترونيه، بالتالي كيف تم الاعلان عن منصه إدو فكره وبالتحديد لولي الامر وكيف ممكن ولي الامر يدخل بكل سهوله ويتصفح هذه المنصه وفي نفس الوقت يستفيد منها ويقدر ينقل هذه الافكار وهذا المحتوى الى الطفل في المنزل. سبحان الله يعني واولياء الامور يعني الحمد لله في نفس ما قلت لك اولياء الامور صار عندهم بحث تطوير دائما يدورون شو في احسن شيء شو في فاحنا دائما كنا موجودين يعني تواجدنا الحمد لله في الاماكن اللي هم يدورون فيها حلو اعتمدنا كثير على موضوع الفعاليات اللي هي للعامه وكانت جزء من مسؤوليتنا المجتمعيه وكان حضور كبير منها لاولياء الامور فاولياء الامور بس هو في البدايه يكون الموضوع شوي جديد بس بدوا وهم يدورون يعني كثير من يعني يقول انا ادور اروح بنترست اروح كذا اروح كذا اروح فيسبوك اروح 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 بس ما في مكان تعليمي عارفه اني لازم اروح له فاتذكر كان مره تقابلنا مع احد من المشتركين في المنصه فاقول له ما شاء الله اول ما دخل نزل كل الفري الاشياء المجانيه اللي في الموقع قلت يعني قال اي انا يعني عندي وايد تحديات مع اطفالي بالبيت وانا صراحه كنت ادور والحمد لله المنصه سهلت علي الموضوع وهذا طبعا يعني لاحظنا العرب الموجودين في في الخارج لانه يدورون على شيء يدعم تعليم اللغه العربيه وما يحصلون كثير، فبعد كان الحمد لله يعني صار عندنا كثير قبول من هناك أن اوكي المنصه عربيه وانا اقدر احصل شيء لانه حتى لما يحصلون شيء عندهم يمكن ما يكون مناسب للثقافه، يعني فهنا لا أنا شيء بعد مناسب لثقافتنا، شيء يعني انه موازي للي قاعد يدرس في الدول العربيه، فانا اعرف انه ولدي ما راح يكون اقل، فالحمد لله يعني ابتدينا الاهالي ما شاء الله فيهم خير كثير، وابتدينا طبعا نوصل لهم عن طريق السوشيال ميديا، الفعاليات، جروبات الاهالي ايضا. وشوي على شوي وان شاء الله هذه السنه باذن رب العالمين بالصيف يعني انه إن يكون عندنا إن تركيز كثير كبير على الاهالي بحيث حتى يكون مشاركتهم فعاله اكثر في في المنصه ان شاء الله صراحه انا بشوف انه اطفال اليوم وطلاب اليوم محظوظين جدا بوجود معلمين مبتكرين وايضا يمكن مبدعين ووجود ايضا المنصات هاي وايضا التطور التكنولوجي اللي عم بيساعد مسيرتهم التعليميه رائده الاعمال المجتمعيه وايضا المدربه المعتمده منى النهدي شكرا كثير لك على هذه المعلومات وايضا على طموحكم و وإدو فكره شكرا لك شكرا كتير يعطيك العافيه يعني مشاهدينا خلينا نروح معكم لفاصل قصير ومن بعدها مكملين مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى أكثر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً بين روادي وأيضاً أكثر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدة تعرضت مراسلة كانت تغطي أخبار الدور الأمريكي للمحترفين بكرة السلة لموقف مرعب ومحرج أيضاً بعدما فاجأها رجل يرتدي تميمة فريق أوكلاهوما سيتي تاندر وبينما كانت المراسلة بروك أولزيندام تستعد للظهور في بث مباشر اقتربت هذه التميمة منها دون أن تلاحظ فجأة لتسبب بذلك خوف المذيعة وشعورها أيضا بالذعر عندما التفتت نحو الوجه أو الوجه اللي كان واقف بجانبها واللي واقف صوبها شو رأيك في الفيديو؟ دائما الإعلاميين زينب تعرضوا لمواقف بيتفاجؤوا قبل أه فترة شفنا فيديو مشابه ل <applause> شفنا فيديو مشابه للطائر اللي سرق السماعة فعلاً. أذن المراسل. أيضاً المراسل فدائما يمكن كوننا موجودين أمام الكاميرات في بعض الأحيان بتصير لنا بعض المواقف الطريفة واللطيفة اللي يمكن أحيانا بتشيل الضغط يعني دائما نحن بنعرف العمل بالاعلام كمراسل او كمذيع او ايا يكن امام الشاشه امر ما سهل دائما نحتاج بعض المواقف الطريفه لا يمكن أفضل. الستريس اللي بنشعر فيه في بعض الاحيان فعلا يمكن دعاء مثل هاي المواقف اكثر شيء تشوفينها تصير مع المراسلين الخارجين وخاصه يمكن اللي عنده بث مباشر سواء اعلامي مذيع وايضا مراسل خارجي ممكن يتعرض للرعب للاحراج وللذعر في بعض الاحيان واظهر بالفعل مقطع الفيديو الزندام وهي تنفجر ضاحكه بعد اكتشافها فعلا إن كان مقلب ومقلب وما كان شيء حقيقي او واقعي واللي وقعت بالفعل هي ضحيته والجدير بالذكر انها مش المره الاولى حقها فعلا انها تتعرض لمثل هذه المواقف او لمثل هذه المقالب اذ سبق لها ان صورت ايضا بمقلب مماثل من تميمه فريق اخر وبالتالي يمكن دعاء تعرضها يمكن المرة الثانيه نفس المقلب وان هي صدقت انه صدقي ويعني يمكن بان فعلا علامات الخوف والذعر على وجهها لكن بعد ما اكتشفت ان مقلب يمكن قامت بالضحك وبدت يمكن تضحك بالفعل انها ثاني مره تكون في نفس المقلب او في نفس الموقف <applause> صريحة هي تماماً مخيفة نوعاً ما الثور شكله حقيقي إلى حد ما ولكن خوفها <applause> هو خف من, من خوفه هو أيضاً انصدم ما أعتقد أنه توقع ردة فعل. فعلها العنيف <applause> فعلا يمكن دعاء ما توقع ردة هاي الفعل بس انها تتعرض لنفس المقلب او نفس الموقف بالتالي شيء مخيف في البداية شيء مثير للرعب او الذعر لكن فيما بعد يمكن تصبح هذه المواقف بالفعل لما نتذكرها مواقف مضحكة مشاهدينا الخبر الثاني وعالم التمثيل والفنون وايضا المشاهير رغم ان الممثل الامريكي الشهير توم كروز يبلغ من العمر 60 سنة الى ان ذلك لم اكيد ينهي عن تصوير بعض افلام الحركه اللي بالفعل تتضمن الاثاره واللقطات المخيفه وفي فيلم الجديد المقرر انه ينطلق العام القادم يقود توم كروز دراجه هوائيه بشكل سريع فوق منحدر اكيد مرتفع ويقفز بها في الهواء ويكمل هبوطه للارض بمظله كان يحملها على ظهره ونفذت هذه التجربه فوق منحدر صخري في النرويج ضمن النسخه السابعه من فيلم مهمه مستحيله. مستحيله فعلا يا زينه ودائما هو يسوي مستحيل أه ولكن اللي بعرفه في الافلام وايضا بعض المسلسلات بيكون في الممثل البديل اللي هو بيندفع له أيوة. مبالغ ماليه حتى ينوب عن الممثل او البطل في بعض المهمات الخطره اللي ممكن تكون موجوده في الفيلم او الممثل نتمنى أن يكون في ممثل بديل محترف لانه بالعاده هم اختيارهم للممثل البديل ما بيكون عن عبث، بيحاولوا يدوروا على المواصفات الجسمانيه المشابهه للممثل وايضا عنده المهاره والقدره على عمل شيء مثل هيك فهذا قفص مظلي فاكيد إذا استعانوا بأحد فأكيد مفروض هذا الشخص يكون عنده بعض المواصفات الشكلية المشابهة آه. لتوم كروز ولكن أيضا يمتلك الخبرة لأنه الارتفاع خطيرة. جدا شاهق وممثل مثل توم كروز يعني أكيد ما رح يحب أنه ينهي حياته بهذه الطريقة المخيفة فعل ويمكن دائما يمكن الافلام الخاصه بتوم كروز افلام الاكشن دائما تشوفين فيها يمكن هذه الحركات اللي بالفعل تحتاج الى احترافيه وايضا يكون فيها بعض الخطوره لكنهم دائما يمكن متعودين على هذه الممارسات نظرا لشهرتهم وايضا انتشار افلام الاكشن والاثاره دائما حولنا في دول العالم المختلفه مشاهدينا نرجع وياكم لاماره الفجيره بالتحديد والتركيز على والتركيز عفوا على التراث الجيولوجي مركز الفجيره للمغامرات بالتنظيم وايضا الرعايه الكريمه من مؤسسه الفجيره الموارد الطبيعيه اقامت محاضره خاصه بالتضاريس المتنوعه والجميله والتحديد المتواجده في اماره الفجيره مزيد من التفاصيل راح نشوفها معاكم في هذا التقرير بالبداية حاب أشكر مؤسسة الفجيرة الطبيعية على تعاونهم الدائم في مجال تطوير المعلومات بما يتعلق في موارد الفجيرة الجبلية الموجودة حاليا والتي تتضمن عملنا الأساسي هو هو سياحة المغامرات بشكل أساسي طبعا بدانا اليوم سلسله من محاضرات قادمه ان شاء الله باستضافه السيد كنتا سياما من اليابان من جامعه جامعه اكسفورد البريطانيه هذه السلسله بدات لتنشيط وتعريف بالاخص شركات المغامرات التي تبدا بالعمل في الاماره من فترات قصيره وبعيده ايضا وتعريفهم بالتراث الجيولوجي الموجود في الاماره وذلك لإضافة يعني اضافه المعلومات الصحيحه في في هذه النوع من السياحه. معظم الحضور واكثر الحضور كان اليوم من شركات المغامرات الموجوده في اماره الفجيره اللي هم البروفايدرز اللي هم المشغلين في الاماره. اغلبهم من الشركات الاساسيه اللي موجوده عندنا والمصرح لها في اماره الفجيره ايضا فحبينا نعطي لهم يعني نبذه بسيطه جدا عن التراث الجيولوجي الجميل الموجود في اماره الفجيره وهذا فقط محاضره يعني بدائيه للمحاضرات القادمه ان شاء الله اللي بتكون فيها تعريف على الطبيعة المختلفة في مارتف الفجير والمسارات الموجودة والمناطق الموجودة مثال على ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون عندنا في زيارة لأربع مواقع مختلفة هذه المواقع كل موقع منها يتميز بتراث بعمر يزيد عن 4000 سنة ونحابين نوصلهم المعلومات بطريقة صحيحة على أساس أنهم حلقة الوصل بين مركز المغامرات وسياح المغامرات الموجودين في الإمارات المنازل ليست مجرد أسقف وأيضا حيطان هي ذكرياتنا وأيضا أمور أخرى نشعر فيها ونحس فيها ولكن إذا ما شعرنا برغبة بالتجديد دائما بعز علينا أنه نترك المنزل القديم فهيك دائما في حلول مبتكرة أنه نجدد من المنزل القديم فهو دائما المنزل القديم نعتبره بمثابة الكنز ولكن نستطيع أن نعدله بطريقة حديثة حتى نحتفظ بذكرياتنا وأيضا نحظى بحياة مريحة وهنئة بالفعل ده ويمكن بعض الناس تبحث عن تجديد المنازل سواء الديكور الداخلي الاثاث وايضا بعض العناصر المهمه بالفعل خاصه بالديكور الداخلي لكن باقل التكاليف اليوم راح نتعرف معاكم اكثر على كيفيه تجديد ديكورات المنزل وبالتحديد ديكورات الداخليه باقل التكاليف مع مهندسه ومصممه العماره الداخليه استاذه نهال بركات صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا يا هلا فيك طيب يعني استاذه نهال يمكن بعض الناس تقول لك ما داعي اجدده ومتعود على شكل بيته لكن بعض الناس ممكن تسأل نفسها هذا السؤال لماذا نحتاج إلى التجديد بالفعل في منازلنا؟ سؤال جدا مهم بنحتاج نجدد منازلنا ليه؟ علشان نفرح كنت في محاضرة قريب واتقال قدامي الآتي هل هو الهدف أم الغاية؟ طبعا أنا الماينستوب بتاعي إنه الهدف أنا هنجدد البيت يلا هات فلوس ننزل نشتري الأثاث الجديد ونغير لكن ليه بنعمل كده هو ده سؤالك وهو ده اللي احنا لازم نبقى فاهمين، احنا بنعمل كده عشان نفسنا نرتاح اكتر في البيت، ننبسط اكتر، البيت بنقضي فيه وقت وإذا حسينا مع مرور الوقت إنه خلاص ملل ونفس الأشياء في نفس الأماكن بنحتاج نتجدد فطاقتنا احنا شخصيا هتتجدد وهنفرح أكتر وهنقبل على الحياة بطريقة أجمل. جميل يمكن مثل ما ذكرت نهال انه في بعض الاحيان المنازل تبعتنا تعز علينا بنشعر انه بصعوبه فراقها اذا احنا بحاجه لمنزل اكبر اوسع اجدد يمكن بالمرافق الموجوده بالمنزل ولكن دائما نحن امام خيار انه احنا نجدد لحتى تغير نفسيتنا وايضا يمكن نشعر بالراحه بشكل اكبر الانسان دائما بحاجه لتجديد ولكن في بعض الامور اليوم نحن نقدر نعملها بانفسنا باقل التكاليف في بعض القطع اللي بتكون موجوده عندنا بالمنزل نحن قادرين نعدل عليها اليوم من دون ما نشتري قطع بديله اليوم قد مهم نحن كمان نكون عندنا هاي الثقافه اللي هي اعاده الاستخدام او اعاده التدوير بطريقه جديده بالوان مختلفه لا لتتناسب مع النظره والرؤيه الجديده لهذا المكان في المنزل صحيح يا مريم، كلامك سليم ويمكن وانتي بتسألي قلتي جزء كبير من الإجابة، في حاجات نقدر نعملها بنفسنا. إكسسوارات ممكن إن احنا نضيفها بطريقة بسيطة، تغيير أماكن قطع الأثاث في حد ذاتها من غير ما أشتري، أنا هبدل أماكن الأثاث جوه الغرفة وهخلق أماكن جديدة هحاول إن أنا قدر الامكان اذا بتكلم ان البادجت بتاعتي قليله او ما عنديش امكانيه كبيره اني اغير لا مانع ابدا انه اجدد وفي افكار كتيره جدا جدا نقدر نعملها باللي موجود عندنا حتى لو احيانا نمط معاشتنا مش بس المنزل القديم ممكن يكون منزل مستاجرينه فما نقدرش بقى نغير الحوائط بتاعته والارضيات والكلام ده لكن اقدر اغير الستاير اقدر اغير وحدات ال... الاضاءه ال... 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 اقدر اضيف بوكيمونت صغير اقدر ان انا اغير اي الكمالية. حاجه الاكسسوارز والزراعه او النباتات والاوراد والحاجات البسيطه فعلا فعلا هي بتضيف جماليه وبتغير وبتجدد حلو يعني استاذه نهال طيب احنا قاعدين نقول تجديد خلينا نتكلم اكثر اليوم عن الافكار الجديده الافكار الابداعيه اللي فعلا ممكن انا كشخص اذا مش حاب اكلف ويعني أبى استخدم اقل تكلفه ماديه ممكن استخدم هذه الافكار واحس ان بيتي صار جديد وصار بشكل ورونق اخر صح يا زينب هي الفكره. الفكره انه احنا اصلا نفكر في اللايف ستايل بتاعنا. انا في البيت يومي شكله عامل ازاي؟ اذا انا قدرت ان انا سي مثلا انا واحده بصحى الصبح بفتح الدولاب. انا هخلق حيز ثاني انا نجمه مشهوره وهعمل لنفسي سيت كامل زي الاستوديو اللي موجود جوه ان هو ده يومي انا هبدا وانا ستار. طب انا متعوده اخد الكافي بتاعي في المطبخ، لا انا هعمل كافي كورنر بره وبالتالي انا هخلق لنفسي سيكوليشن حركه داخل بيتي جديد. وبناء عليه هخطط اعاده تنظيم المكان على اللايف ستايل بتاعي اللي انا استحقه اللي انا عايزاه لانه بيتي هو مملكتي وبراحتي. فانا هعمل كل اللي انا بشوفه ان هو يليق بيا وهغير بناء عليه تفكيري اصلا وهاخد الافكار المناسبه للمكان او للنمط اللي انا غيرته في بيتي، فلنفترض ان انا في بيت كلاسيك انا دلوقتي النهارده هتغير هبقى مودرن فانا هبدا احاول ان انا اغير القطع الاثاث او الديكوريشن ال ال اللي موجود في المكان من كلاسيك لمودرن هروح في ناحيه ثانيه خالص. جميل. اليوم يمكن كنا انا وزينه عم نحكي أه من فتره قليله غيرت مكان سكني ومعيشتي واضطريت اني انا اعمل بعض التعديلات البسيطه والجوهريه ولكن تفاجات بكميه الفرق اللي لاحظته، ما غيرت قطع الاثاث الكبيره والاساسيه بغرفه النوم ولكن بعض الاضافات واعتمدت ستايل البوهو البوهيمي كانت تكلفته قليله جدا أه تغير المود كليا، أه طبعا يمكن قد مهم اليوم نحن ايضا نراعي البساطه في أه تصاميمنا او في التغييرات اللي بنقوم فيها والابتعاد عن التكلف وايضا التكاليف الزايده في بعض الديكورات اليوم بسيطه ممكن تكون عباره عن قش مثل محكيت او حتى الزرع بطريقه معينه بعض الزجاجيات ندخل تاتش الذهبي بالغرفه ممكن يغير الروح للغرفه قد مهم اليوم نعتمد كمان الامور البسيطه والكماليات لحتى تعطينا روح ويمكن قالب جديد صح يا مريم برافو عليكي وبرضو ما اقول يعني ما شاء الله موزعتين مثقفتين جدا فانا قاعده قدام نوعيه بتبقى عايزه ادي لهم ابداع اكتر الفكره اللي انتي بتتكلمي عليها حتى الستايل اللي انتي اعتمدتيه جدا يعتمد على حاجه اسمها البساطه والبساطه اناقه وفي مقوله تانية انا بعتبرها جدا مهمه في مجال التصميم الداخلي ليس از مور يعني كل ما حطيتي قطع بسيطه هتديكي شكل انيق اكتر هم الشباب حطونا على التلفزيون على الشاشه شويه اضافات احنا مجرد ان احنا نجيب نباتات صناعيه ونضيفها في البيت بتعمل جو بس الفكره ان احنا نلاحظ الاطوال والاحجام بالنسبه لبقيه الغرفه يعني انا حتى سي لو انا هستخدم وحده للزينه لازم انسقها مع بقيه الاكسسوارز اللي موجوده في البيت عشان تديني الشكل الافخم والأنيق أكتر، وأنا معاكي إنه الإنتقال لبيت جديد انتي بتخططي له. في حاجة يا مريم ما بس هي مهمة إنه لما تيجي تحطي الأثاث وتلاقي نفسك مش لاقية مكان للحركة. أنا أنصحك إنه لا، استغني عن الأثاث الزيادة وخلي مكان الحركة بتاعك مريح لإنه انت في الاخر انطباعك انا مرتاحه في البيت، انا مرتاحه في البيت ده الوان اشكال مسارات حركه تهويه اضاءه عناصر كتير انت لازم تاخدي بالك منها عشان تديكي الافكت اللي احنا مروحين البيت نرتاح. اكيد أحيان. طيب يمكن استاذه هل ركزنا او ذكرنا الاكسسوارات والاثاث خلينا نتكلم شوي عن تغيير نقول الجدار الالوان الصبغات وحتى الاضاءه كيف ممكن اجدد فيها بعد باقل التكلفه يمكن بعض الناس تفكر تقول لك خلاص ما هو بيت جديد بعد سنتين ثلاث سنوات انا ليش اغير الاضاءه انا ليش اغير ورق الحائط او حتى لون الصبغه بالتالي كيف ممكن نضيف بعض اللمسات وبعض التغييرات على هذه العناصر اللي اكيد بالفعل مهمه في الديكورات الداخليه انا عجبني فيك يا مريم من اصرارك على زينب زينب ودعاء زينب من مريم <applause> زينب دعاء <تصفيق> <تصفيق> اهلين يا زينب أهليني دعاء شكرا تفهمكم ان انا سمعت اسم مريم غريبا برا برا <applause> اوكي طيب زينب عاجبني فيكي ان انت تتكلمي دايما عن البادجت او الحدود الماديه للمكان وفعلا احنا في عصر سهل جدا ان انت تستخدمي الخامات اللي موجوده في الاسواق المحليه وتطلعي بيها افخم النتائج تمام. وتطلع البيت جدا شيك وانيق جدا بس بتكلفه بسيطه الفكره بس انه نبحث وندور ممكن زي ما احنا عاملين دلوقتي انه نستعين بحد متخصص انه ينصحنا ويدينا الكونسبت اللي احنا نمشي عليه طيب انا دلوقتي اذا هغير في الحوائط طبعا بيختلف اذا بيت ملكي او بيت ايجار البيت الايجار انا هجيب مرايات كبيره لوحات كبيره ممكن احط نوع من انواع الورق الحائط اللي ممكن اشيله بعد كده بسهوله ما يسيبش اثر وده متواجد في السوق حاليا طب. في افكار كتيره جدا للبيت اللي هو انا في مؤقتا ومنها عدد دلوقتي اللي هو ستاند اللوحات انا بحط ستاند او بحط حاجات منقوله اقدر اخدها معايا بعد كده تمام بالنسبه لبيتي انا فانا يعني بحب انه نتجه للالوان القويه اللون اللي انا بشوفه دايما في مجلات الديكور وبقول الله ده حلو طب ليه ما عملوش عندي؟ يعني وتغيير اللون في الحوائط ده من اكتر او اسرع الحاجات اللي ممكن خلال 24 ساعه تلاقي نفسك بقيتي في بيت تاني صحيح نتيجه ان انت اخترتي درجه لون قويه صحيح يمكن دائما الالوان ممكن تعطي طابع جديد للمنزل ولكن يمكن ايضا يجب مراعاه بعض الامور في بعض الالوان ممكن ت... صغر المساحة بعض الأمور ممكن أو حتى يمكن إذا دمجناها مع إضاءة خاطئة ممكن نشعر بضيق المكان أو يمكن نعطي وسع للمكان اللي نحن فيه اليوم تطور صرنا فينا ندخل أيضا الخشب على الجدران عنا الوول بيبر ويمكن الخشب تحديدا دارج بالفترة الأخيرة حكينا أكثر عن الألوان وتأثيرها على المساحة ويمكن بالتعاون مع الإضاءة كيف ممكن نلعب بالمساحات معك حق يا دعاء وانت ما زلت حتى وانت دعاء جدا مثقفة في طريقه <applause> انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم بصي يا دعاء اه انت اتكلمتي عن تصغير المكان وتكبير المكان هو احنا كمتخصصين وعلى مدى دراستنا خمس سنوات في الكليه وسنوات كثيره خدنا خبره كثير عن افكار وتريكات بتتعمل توسع المكان واخرى ممكن احنا بدون قصد بنستخدمها وما نعرفش ان هي بتصغر المكان فدي حاجه مهمه واحنا بندور على التجديد او التغيير انه نراعي انا عايزه اوسع المكان يبقى هستخدم مرايه كبيره هستخدم حتى اذا هاخد تابلو او لوحه فنيه قطعة كبيرة الستارة من أول الحيطة لآخرها وطويلة ونوسع مكان الشباك حتى لو هو صغير لا أنا حدي إحساس أنه كبير فالحاجات دي ممكن تكبر لي المكان اللي عندي وطبعا كلنا بندور على أن المكان يكون أكثر جمالية أكثر أناقة أكثر وسع فزي ما قلت لك برضو في حتة أنه أنا ما استخدمش الأثاث الكبير قطع الاثاث الاصغر حجما هي بتدي للمساحه يحق بان الغرفه أكبر الالوان الفاتحه طبعا احنا معتمدينها او الحياديه دي بتخليني كل شويه اغير يعني انا لو واخده أخ... لون جراي فور اكزامبل فاتح قوي انا النهارده هحط كل الاكسسوارز اورنج اسبوعين ثلاثه خلاص المود بتاعي جاي على البينك شويه لا انا هشيل كل ده وارجع للابيض مع الجري فأنا ممكن أستخدم الألوان الحيادية حتوسع لي المكان وحتديني فرص للتغيير كل فترة حلو طيب أستاذة نهال في بعض الناس عندهم مشاكل إنه بعد ما أثث البيت وحط الديكورات والإكسسوارات وكل شيء إنه اكتشف بعض المساحات الفارغة اللي ما استخدمها بالفعل خاصة الناس اللي يكون مثلا عندهم الصالة كبيرة أو بعض غرف النوم اللي تكون بالفعل مساحات كبيرة وهائلة كيف ممكن يستخدمها فيما بعد شو ممكن تكون الاستخدامات اللي ما راح تخرب على شكل الديكور أو شكل الأثاث أو حتى على شكل الغرفة كثير. حلوة قوي يا طيب أنا في منطقة الاستقبال بتاعتي لو عندي مساحة كبيرة ممكن أن أنا أخلق زي ما قلت لك كورنر جديد يعني إذا بنتكلم عن استخدام المكان أنه هو صالة للضيوف فأنا هعمل مكان أحط فيه العطور والدخون والشوكولات اللي انا هستقبل بيه زي كاونتر كده للاستقبال او للضيافه اخلق له مكان ويكون له حاجة مركزية بحيث أن الضيوف يشوفوا كرم الضيافة وهم داخلين الصال لو أنا هتكلم عن غرفة المعيشة غرفة المعيشة إذا أنا عندي أطفال هخلق ليهم الكورنر بتاعهم اللي ينمي ذكائهم ممكن أحط لوحة كبيرة قوي فيها لعبة أو مثلاً وممكن احط على الجانب التاني خريطه العالم علشان هم طول الوقت يكونوا عارفين ده كورنر بتاعهم بتاع بريك تايم وانا هنشط فيهم الذكاء بتاعهم او يلعبوا بس بحاجات تانيه غير التليفون. طيب انا لو انا مثلا سيف غرفتي وعايزه احط جيم دايما كلنا بنتجه لايه؟ نجيب الصاله الرياضيه اه بس احنا دائما بنعمل العادي بتاعنا على على مستوى الافراد بنروح نشتري اللي هي المشايه بنجري عليها ونحطيها في الغرفه وبتبقى دريسنج روم بعدها بتحطي كل الهدوم عليها مش بنستخدمها صح ليه نتيجه انه اذا انت عايزه تخلقي من المساحه نوع تاني من النشاط داخل غرفتك لازم بقيه المساحات الجو اهي الجو يبقى كل الحوائط بتخدم على نفس الفكره اللي انا عايزه اغير المكان باستخدامه جميل فعلا يمكن في تفاصيل صغيرة لازم الواحد ينتبه لها بالتصميم، ولكن خلينا نرجع للمطبخ أو خلينا نروح للمطبخ اللي هو أغلب الستات عقدتهم هي المطبخ، ممكن ندخل نتأجر بيت نطلع نشوف المطبخ ما يعجبنا نقول لا على البيت كامل لمجرد إنه المطبخ ما بيخدم العائلة، اليوم هي شو التغييرات اللي ممكن أنا أعتمدها بالمطبخ في حال أنا تأجرت منزل وكان في عندي ضيق في مساحة المطبخ، كيف ممكن العب ببعض الامور هل ممكن ازيد بعض الرفوف كيف ممكن استغل مساحه المطبخ ايضا اضاءه المطبخ كيف مفروض تكون حلو برضه سؤالك يا دعاء طيب البيت معظم يومها في المطبخ حتى لو هي بتشرف على ناس اخرين بيشتغلوا جواه طيب المطبخ في افكار كتير قوي لتغييره يعني فرضنا اذا انا ده بيتي اوكي وانا بعد فتره عايزه اغير سهل جدا اني اغير الوان الظروف واجيب اكسسوارز جديده احطها طيب اذا انا مستاجره المكان برضو نفس فكره ان انا احط ستيكرز بالوان تانية فرضنا انه المطبخ كلاسيك او لونه بني انا اقدر اجيب ستيكر ابيض واجيب ستيكر حجر واغير كامل الشكل جاست بستيكرز في افكار كتير جدا بس بالنسبه لحته انه المساحه المساحه دايما اذا انا محدده بمساحه معينه لازم ابدا افكر ازاي استغل المساحات الصغيره بافكار تخزينيه باعاده الترتيب كل ما انا ليس لسه ان انا يعني اخلي الحاجات مش مكركبه نظيف مرتب كل حاجه جوه الظرف ما خليش الموضوع في المساحه الصغيره عجقه لا اخليه رايق مرتب ما يكون زحمه اكيد طيب يعني استاذه نهال شيء جدا مهم بعض الناس كانت في البدايه تكون مثلا معتمده نقول الاثاث والتصاميم الكلاسيكيه يمكن والقديمه اذا حاب يغير هل يجب ان يكون التغيير جزئي ولا لازم يعني يضيف لمسات نقول راقيه وايضا بسيطه في كل جزء او في كل غرفه من غرف البيت استاذة دينا انا ممكن اغير مش بشكل كامل جزء تمام لو انا ستايلي كلاسيك انجليزي فرنسي وات انا مستخدمه انهي طراز وحابه ان انا اروح شويه للمودرن انا هحافظ على الطراز القديم وهحط اضافات جديده من المودرن ممكن اروح احط بس على الكنبايه شال وممكن اغير بالوسائد وممكن اغير بحاجات كتير جدا 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 آه مودرن قوي مع الكلاسيك قوي واعمل حاجة منهم ما بينهم واعمل حاجة اسمها نيو كلاسيك ودرجة جدا بتدي فخامة وفي نفس الوقت روح العصرية انه روح الشباب وتقدمنا وتطورنا من غير ما اكلف على نفسي. اليوم صار من السهل جدا انه نغير ديكوراتنا الداخليه في المنزل يمكن بوجود الاخصائيين المسؤولين عن هذا الموضوع او حتى اذا بتكاليف اقل ممكن نستوحي بعض الافكار من مواقع التواصل الاجتماعي اللي صارت مليانه بتبس معينه ممكن تسهل علينا طريقه اختيار الاثاث او تغيير الغرفه او المنزل بشكل كامل بطريقه بسيطه وسهله، شكرا كثير لك مصممه العماره الداخليه نهال بركات، شكرا لك نورتينا. شكرا استاذة دعاء شكرا استاذة زينب مبسوطة جدا ان انا كنت معاكم احنا اسعد يعطيك العافية مشاهدينا خلينا نروح مع بعض لفاصل قصير ومن بعده راجعين اكيد مع دخول فصل الشتاء دائما تحتاج السيدات الى تغيير العديد من الازياء لتتماشى اكيد مع موضه عام 2023 وهي الموضه الجديده شو هي الخامات وشو هي الالوان وشي ايضا التصاميم الجديده دعاء اللي ممكن تختارها السيده بعنايه وباناقه وايضا بدقه. تعرفي زينب الجميل بموضوع الشتاء لعام 2023 انه عم يخرج عن المالوف، فعلا. اعتدنا الوان معينه لفصل الشتاء، بدانا نشهد تغيير في الالوان المناسبه لفصل الشتاء طريقة اختيار الملابس وأيضا موضة شتاء 2023 رح نعرفها أكثر مع خبيرة الموضة لين مرجان صباح الخير يا لين صباح, صباح الخير كيفكم الحمد لله نحن الله. بخير وطبعا نثني على جمالك وأنا أحبك في جمالك البداية انت. جمالك أنت الاثنين <applause> الله يسعدك بداية يمكن بلشنا نلاحظ أنه الشتاء كان متعارف انه الوان الشتاء هي الالوان الداكنه صح. الاسود الكحلي المارون الغامق البيج البني صحيح واذا بدنا نروح للالوان الفاتحه فهو بيج ورمادي صحيح كحد اقصى اليوم بلشنا نخرج عن المالوف بعالم الموضه صرنا نقدر نلبس سويترز ملونه بالوان فاقعه حتى واللي هي الالوان الصافيه ولكن دائما كل كل شتاء او كل فصل بيخرج لون هيك مميز مميز انا حسب خبرتي المحدوده اعتقد اعتقد حسب شعوري انه اللون المميز والدارج لهذا الشتاء هو اللون البنفسجي الغامق، احكي لي شو هو اللون الدارج هل انا صح او غلط؟ صحيح اللون صحيح. البنفسجي الغامق واللون النيلي اللي هو الازرق الغامق حلو. وكمان بنتجه على اللون البينك والاخضر الفسفوري والاورنج نفس الالوان فسفوري. اللي شفناهم بالصيف طول فتره الصيف حتنتقل معنا لفتره الشتاء فا كتير يعني البوب كلر هي اكتر شي هلا دارجه، بالاضافه طبعا للالوان الاساسيه اللي ما فينا نستغني عنها بكل شتويه. اكيد حلو، طيب يعني ليه خلينا نتكلم عن انواع الخامات او الاقمشه، هل ايضا راح تتغير ولا هي الالوان اللي احنا عارفين اللي دائما تشعرنا بالدفء وتكون خامات شويه نوعيتها اثقل من الخامات اللي تستخدمها السيدات بالعاده في فصل الصيف؟ هلا بالنسبه للخامات هي نفس الخامات الشتويه دارجه معنا ان كنا عم نحكي عن الصوف، بس مثل ما شفنا حتى فتره الصيف كان دارج كتير الريش والفرو وهيدي الخامات صح صح. وكمان انتقلت للشتاء فمثل ما بتشوفوا اي تصميم صاروا يضيفوا عليه الريش وكثير شفنا اشكال والوان من هيدي الصيحات فهلا كثير درجة بالشتويه ان كانت على الاكمام ان كانت ككروب توبس ان كانت بلايز حتى فساتين صار حلو فهيدا الشيء كثير درجة هلا وبيعطي شعور الدفء بشكل عام انه الريش طيب. <applause> 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 كثير حلو انه احنا بلشنا نخرج عن المالوف الجينز كان معروف بانه آه شيء للصيف هلا كثير دارج انه تلبسي اللوك كامل بالجينز للشتويه حلو. ودي في ممكن عليه كوت فمثل ما شايفين بالصور عندنا كثير بيعطي كمان هيك اللوك بتحسوه صيفي بس هو صحيح. يدفي بشكل عام يعني شايفين بوت مم. شايفين جاكيت, جاكيت آه آه مثل الكوت تلبسي الجينز على تنوره جينز بيطلع كثير حلو <تصفيق> 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 جميل جميل يمكن نتكلم اكثر عن هذه التصاميم وازياء وعالم الموضه في الشتاء في عام 2023 راح نرجع مشاهدينا لكن فاصل سريع خلكم ويانا ورجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حوارنا عن موضه شتاء 2023 مع لين مرجان خبيره الموضه لين أنا راح أشتكي لك وأنت راح تساعديني تلاقي <applause> لي حل. جميل جدا لبس الشتاء وكلنا بنحب نشعر بالدفى بفصل الشتاء ولكن أحيانا الموضة لها قواعد وهيك. لبس الشتاء نوعا ما أسمك من لبس الصيف وفي بعض الفتيات اللي يمكن بعض اختياراتهم الخاطئة لملابس الشتاء بتخليهم يبينوا بشكل مختلف ممكن يزيد وزنهم. اليوم أنا مثلا ممكن أعاني في بعض اختيار قطع الشتاء لأنها ممكن خليني أشعر إني ببين ممكن بديني أكثر من الطبيعي كيف اليوم أنا ممكن أختار قطع ما تكشف أو مثلا ما تبين إني أنا وزني زاد أكثر من الطبيعي أحيانا ما, ما بيكون صحيح. صحيح 100% هلا في عندنا حل انه نحن نختار الكولونات يلي بتجي من جواتها فرو هلا هي درجه كثير هي ما حتبين انك انت لابستيها بس هي فعليا تمنع الهواء عن انه يدخل فانت ما بتبردي ابدا ونفس الشيء في الهاي مثلا اللي بتجي هي مانع عازلة للهواء مثل ما بنقول فهيدي بتدفيكي وبنفس الوقت ما بتضطري انك انت تلبسي كذا طبقه بس لا يمنع انه بالشتاء نحن بنلبس طبقات كثير خاصه الشتاء البرد بالدفء بالدفء فطبيعي انه نبين شوي اسمن من حجمنا صح فهذا عادي نظرا يمكن م. لضخامه او يمكن كثافه الخامه 100% يعني حتى اساسا هلا كثير دارج ان كنا عم نحكي عن البوفر جاكيتس التيدي جاكيتس اللي هي اساسا الضخمه فهيدي الحالة بتدفي وطبيعي طبيعي انه نبين ضخامه اكبر انا مستعده اموت برضه ما البس ما تلبسيها <applause> <applause> بس كثير دارجه بس هي اكيد ما بتناسب الكل اكيد صحيح. طيب يعني آه لين بما انك ذكرتي آه الجاكيتات آه جت فتره من الفترات شفنا ان انتشر الجاكيت الجلدي لكن هذا الشتاء بالتحديد وفي عام 2023 شو راح تكون الموضه الدارجه بالفعل؟ بالنسبه للجلد كتير دارج هلا وحتى دارج اه المي... ستل يعني راح يضل والميتاليك يعني الجلد اللي نحن بنشوفه باللون السيلفر ولا الجولد حتى بالالوان والدرجه كثير كمان السوتس يلي بالجلد اللون الموحد شو مكان لون الجلد هلا كثير دارج كنا عم نشوف حتى جلد مثلا هون باللون الاحمر لون الموحد. الوان, غير مختلفة. الوان مختلفه فعليا هيدا الشتاء كله عباره عن الوان يعني انا هلا صرت ممكن امنع حالي انه البس اسود بالشتاء بدي البس الوان اكثر لانه هيدا اللي هلا كثير هيك دارج دار. جميل آه يمكن لين كمان من الاشياء اللي انا بحسها دائما اساسيه في كل شيء هي الاكسسوارات اليوم آه على قد ما يكون اللوك جميل اذا ما نحط يمكن عيار الاكسسوارز المناسب ممكن ينتزع كامل اليوم نحن بالشتاء بنواجه هاي المشكله خصيصا مع السويترز الصوف طبقات. الكبيره اه ما بتعرفي شو تلبسي هوبس ولا سنسال ولا ممكن يكون شيء قطعه صغيره اليوم بالشتاء احيانا نتفادى لبس المجوهرات وحتى ما نعمل عجقه ونشتت النظر حتى ممكن ننسى انه نلبس الاكسسوارات كثر من ما تكوني لابسه اصلا صحيح. فانا بالعاده بنصح انه بالشتاء ممكن نحط خفيف بنركز على الرينجز اكثر واحلى هلو اكسسوارات هلو. بالشتويه انا بالنسبه لي الطواقي القبعات بشكل عام فعلا. مثل ما شايفين هلا هيدي الشتويه لو شو ما كنتي لابسه اي طاقيه حتحطيها حتطلع حلوه وفي انواع كتير للقبعات بس بشكل عام كل قبعة حتعطي شكل للوك حتى مثلاً هلأ دارج كتير نحط الكابس اللي نحن بنلبسهم بالصيف بس نلبسهم على لوك شتوي خاصةً للكاجوال لوكس إذا لابسين بوفر جاكيت حطينا كاب مع الليجينز بيطلع كتير حلو اللوك وكمان كتير دارج هلأ القبعة اللي هي الكاوبوي كثير درجة وعم تنلبس على فساتين رسميه، عم تنلبس على كوتس عم تنلبس على كثير اشياء. حلو. حتى مع الصوت مرات عم يلبسوها، خرجنا عن المألوف خرجنا عن المألوف يعني يمكن آه لين آه هذه الاشياء ايضا ما تكتمل او الاناقه ما تكتمل الا مع الحقيبه او الشنطه، ميم. الشنطه كيف ممكن ايضا تكون متماشيه مع اللوك كامل واحس شويه ان انا غيرت من موسم آه الصيف لموسم الشتاء. اوكي هلا كثير دارج كمان نفس الشيء الميتال كلرز فكثير دارجه ومثل هيدي الشنطه مثلا ممكن تظبط على كل الوان اللبس وحتعطي لل اضافه اكثر لانه هي اساسا باينه ظاهره شو ما كان لون لبسك حيطلع حلو مع ان كان سيلفر ولا جولد وكمان كتير دارج الشنط اللي هي الفرو ولا كمان الريش فهي بتحسسك كمان بشعور الشتويه وكثير بتعطي حتى التيدي مثل الجاكيت فنازل منه الشنط كمان كتير حلوين واكيد الجلد الجلد لا غنى الجلد دايماً. عنه الجلد دائما لا دائما عن دائما دا بكل شيء بيدفي راقي شكله حلو بيمنع المطر ولا في اي نوع من المشاكل مع ارتداء الجلد، ولكن خلينا نحكي عن الجزم الشتويه، اليوم عندنا كذا نوع من الجزم في الأكس في البوتس الطويله الرقبه والبوتس اللي هو صاير مثل السوكس مثل الـ 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 يمكن الجوارب, الجوارب الطويله بتاعت. بيكون موصول ما فيه سحاب، اليوم كيف ننسق البوت الصحيح مع الاوتفيت هو امر كمان بالامر الهين احكي لنا يمكن بعض التبس اللي نتبعها اليوم اوكي هلا بالمناسبه كثير دارج البلاتفورم بوتس مثل ما كان دارج البلاتفورم هيلز هلا كثير دارجين البوتس وعم نحكي كمان على الكاوبوي بوتس كمان لسه هلا كثير دارجه فهي النصيحه مثلا نحن لما نكون لابسين ليتس سي كوت كتير طويل ممكن نختار البوتس شوي الانكل طبعا قصير مشان ما يبين اللوك غلط ممكن لما نكون لابسين فساتين قصيره فنلبس مثلا بوتس توال فبيعطي بالانس بالطول حلو. فأكيد واكيد نختار اهم شيء شيء مريح لانه البوتس اذا ما كان مريح ما حتقدروا تكملوا المشوار بالنسبه للأجز؟ <applause> للأجز هلا كثير دارج عم نشوف عم يلبسوه كثير مع اللوكات السبور ولا اللوكات الكاجوال خاصه عن الستريت وير ستايل كثير عم يطلع حلوين معهم الأجز فكمان حلو كتير بتدفي انا بشوفه حلو يعني, يعني, يعني في هي أكثر اريح من شيء الصراحه يا. صحيح في اكثر من نوع نفس ما قلت لين بس اهم شيء نختار النوع المريح النوع المناسب والمريح الصراحه اكيد خلينا نتكلم عن السان جلاسز النظارات بعدها راح تكون موجودة في 100 الشتاء بالمئة. ما نستغني عنها ولا تشوفين إنها راح تكون فقط كمكمل أو إكسسوار للأناقة هلا هي بالشتوية هي مكمل للأناقة يعني أنا طبعا. بعتبر إن النظارات خاصة هي بتكمل اللوك بتعطيه هيك حيوية أكثر خاصة للصور للناس اللي بتموت بالتصوير فحلو تحط نظارات يعني أنا دائما لما بتصور بحب إنه أكون حاطة نظارة بشكل عام فيس هي مكملة للوك جميل. بس يعني يكون في شمس شوي <applause> جميل خلينا نرجع للجينز الجينز هل ممكن برضه نلبسه بالوانه الفاتحه ولا يفضل اذا بدنا نلبس الجينز بالشتاء يكون بالوان داكنه هلا صاير حتى فيكي تلبسي تدرجات الجينز مع بعضها يعني مش شرط انت يكون الجاكيت لون البنطلون بالضبط صار فيكي تلبسي درجات مختلفة حتى باللبس بشكل عام يعني هلا كثير درج انت تلبسي لون موحد بتدرجات مختلفة طبعا هالشيء بيعطيكي نحف اكثر وبيعطيكي طول اكثر لما تختاري هيدي الهاك حبيب. حبيب. يعني يمكن لين بعض البنات يفضلون انه يلبسون دائما البناطلين او البنطال لكن في بنات ممكن تتوجه الى لبس الدريسز الخفيف لكن في الشتاء شو افضل الخامات وايضا افضل الالوان عشان الفستان يطلع بالشكل الانيق وبالشكل المطلوب هلا بشكل عام يلي بحب يضل يلبس مثلا الفساتين اللي هي بنحكي انه هي شوي للصيف اكثر من الشتويه اهم شيء يكون عندهم كوت ولا جاكيت انه بدفي عن جد فلو شو ما حطت على هذا الفستان حيطلع اللوك حلو والجاكيت مدفيه فالجاكيت بالشتويه بتلعب دور يعني احنا اول ما نسمع الشتاء بنحكي عن الجواكيت صح <applause> فمثلا يكون عندها جاكيت انيق فرو فلو اي اي فستان حطيته عليه فحيطلع اللوك مثلا رسمي يكون عندها متماشي متماشي مع الاطلاله فالجاكيت هي اكثر شيء بتلعب دور الصراحه مع اطلالات الفساتين. جميل هلا خلينا نروح للاساسيات قبل ما يمكن حكينا كثير عن الترند لعام 2023 بالشتاء بس خلينا نرجع لخزانه كل صبيه والقطع الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده عندها بكل شتاء لان احنا بنعرف بنضب الشتوي بالامارات وبس يجي شهر 11 بننزل الشنطه وبنطلعه وبنغسله وبنجهز نفسنا لفصل الشتاء في بعض الامور نتخلى عنها وطبعا بنوزعها وبعض الامور تبقى اساسيات الشتاء أساسيات مية. في بعض التوبس الاساسيه بعض الجوارب الطويله بعض يمكن الجزم الطويله ايضا ما فينا نتخلى عنها اليوم خزانه اي صبيه في فصل شتاء دوله الامارات مش أوكي. لازم تخلو من ايش 100% لازم يكون عندها الهاي اللي هي البيضة باللون الاسود باللون الرمادي اللي هي الالوان البيسكس لو هي لبستهم على اي بنطلون ليتس جينز ولا بنطلون اسود وكمان هدول قطعتين اكيد كثير اساسيات وحطت فوقهم كمان ليتس جاكيت ولا كوت حتطلع الاطلاله بتجنن لو شو ما حطت لون كوت خاصه هلا اذا اخترنا مثلا كوت باللون البينك ليتس ولا اورنج ولا بلو تحت حيكون البيسكس باللون الابيض ولا الجينز ولا ابيض واسود فحتطلع الاطلاله بتجنن، فالهاينك انا البيضه بالنسبه لي مستحيل اتخلى عنها، والبنطلون الجلد او الليجنز الجلد لتس هلا كثير كمان دارج، فكمان لو شو ما حطيتي عليه حيطلع كثير حلو وما بتستغني عنه. تمام، يعني لين تكلمنا وايد عن الجاكيت او الجاكيتات بشكل عام وعن خاماتها واكثر شيء دارجه في فصل الشتاء، نتكلم عن الشال، هل الشال يعتبر اساسي في فصل الشتاء وبالتحديد موضه 2023 او شيء مكمل للاناقة؟ هلا <applause> هي <applause> <applause> اذا كان برد كثير فهو شيء اساسي الصراحه الشال كثير بيدفي وكمان هو مكمل وكثير هلا دارج خاصه مثل ما بنشوف الشالات السميكه والطويله فعم تطلع كثير حلوه لانه على اي لوك بس طبعا انا بفضلها لللوكات الكاجوال اكثر من اللوكات الرسميه بتكون افضل افضل جميل يمكن اليوم نحن احنا بحياتنا كفتيات والموضه شوي اصعب من موضوع الرجال دائما هم عندهم جاكيت وخلصنا هن الجاكيت يطلع جاكيت وخلصنا اليوم نحن في بعض الاحيان نضطر انه احنا نلبس فورمال في الشتاء اليوم كيف انا ممكن اوظف لبسه فورمال وتكون ايضا دافيه وفي حال شعرت بنوع من الحراره اقدر ايضا بنفس الاطلاله اقدر اتفرع منها بيمكن أوتفت جديد يكون للجو للجو المقبول اوكي بنرجع لموضوع هاي انه انت شو ما اخترتي البيسكس لازم يكون عندك الجاكيت ولا الكوت هو اللي بدفيكي فبيغنيكي عن انك انت تلبسي طبقات هلا للوكات الرسميه والفورمال اذا نحن بدنا نروح على الشغل خاصه الناس اللي بتحب تلبس سوتس فاذا حطت فوق كوت حيطلع حلو الناس اللي بتحب تلبس سكيرتس ممكن تختار سويتر صوف حتدفيه وبنفس الوقت حتطلع الاطلاله كتير حلوه وكمان حتضيف فوق جاكيت ولا ليتس سكارف مثلا فهدول اكثر لوكان كان انا بحبهم على الشغل ان كان السوتس ولا ان كان بليتد سكيرت مثلا مع سويتر فبتطلع كثير حلوة الاطلاله حلو يعني لين بعض الناس يمكن تفكر في الشتاء فقط يعني إنه كيف لما تكون طالع برا ما تحس بالبروده وايضا التدفئه بالتالي شو الاخطاء اللي تشوفين بعض السيدات ممكن يسوونها وممكن هالاشياء تخرب على المظهر اللائق او الاناقه المطلوبه اوكي هلا مثلا بعض السيدات ممكن تختار شيء ما بيناسب قوامها، فنحن قبل ما نتبع الموضه اهم شيء نتبع شو نحن بيناسبنا، فممكن تكون الموضه دارجه انك انت تلبسي مثلا كوت طويله هلا كتير دارجه، بس اذا وحده قصيره القامه شوي ما حيطلع عليها مناسب، فهي يفضل تختار مثلا الجاكيتات القصيره حتطلع عليها احلى، فاهم شيء لما يطلع اللوك غلط انه نختار الشيء اللي نحن عن جد بيناسب جسمنا بناسب شكل الجسم والالوان بتلعب كثير دور، صح انا قلت انه البوب كلرز هلا كثير دارجه بس في انواع بشره او الوان بشره ما بتناسب عليهم نوع من هذه الالوان فليفضل انه لا عادي هي تضل على الالوان الهاديه بس تكون مناسبتها وطالعتها بالشكل الاحلى صحيح مش دائما الموضه واتباع الموضه اساس طول ما انت تشعري بانه هذا الامر بناسبك او هذا اللوك بناسبك فليفضل انك انت تلتزمي فيه يعني انا دائما بشوفي بعض الترندز وبعض الموضه اشعر انها لا تناسبني لا تناسب احيانا لون بشرتي ولا حتى يمكن شكل جسمي فممكن اني ابعد عنها مش بالضروره اني اتبعها اساسا اذا اللوك منك فيه يعني انت بتأثر, بتأثر على, سخة بتأثر سخة على نفسيتك نفس. وثقتك بنفسك صح 100%، بالمئة. اليوم في بعض القصات الشتويه اللي هي السويترز بتكون بافي من عند البطن، اليوم ممكن تخفي ملامح خصر البنات، اليوم كيف انا ممكن ابين خصري في الشتاء مع اني مضطره البس طبقات وفي بعض الاحيان الجاكيتات بتكون بافي وواسعه اوكي بالنسبة لهيدي الشغلة كثير هلا دارج الحزام العريض الجلد. أو الكورسيت إن كان الجلد أو حتى الكورسيت فنحن عم نضيفها صرنا على القمصان عم نضيفها على السويترز عم نضيفها على كثير أشياء عم تطلع كثير حلوة حتى في ممكن أنت تلبسي مثلا كوت وتحطي عليه حزام عريض فهذا الشيء حيبين خصرك أنحف وحتب وحتبرزي أنت جمال هيدي المنطقة أكثر حتكسري اللاير حتكسري اللايرز 100% حلو طيب لين يمكن في بعض السيدات يفضلون دائما يقولوا يلبسون العبايات أو يلبسون الجلابيات أو الكندورة بالتالي شو أكثر الأشياء اللي ممكن يضيفونها وتخليهم شوي يحسون أنه في فصل الشتاء وأنه شوي غيرت من استايلها واتبعت الموضة هلأ بالنسبة للعباية ممكن تضيف لها الشال الشتوي لتساي. ممكن اكيد هي حتكون لابسه تحت الشيب مشان يدفيها اكثر وممكن مع العبايه كمان تلبس عليها كوت مناسب للون العباية او بنفس درجه لون العباية وتخليها مفتوحه فحيطلع كمان حلو. عادي شكل لائق شك... ايه اكيد حيطلع اذا جاكيت فوق العبايه يكون مثلا خفيف ما فيه كثير ديتيلز ما يغطي على تمام. العبايه جميل نحن دائما بفصل الشتاء في دوله الامارات تحديدا في الليل وإذا طالعين طلعت بر أو بل. صحراء دائما في عنا كود واحد لللبس وهو هودي مع جينز كيفني كيف أغير الهودي ليبين بطريقة أجدد أحلى دائما من من السنة الماضية أسهل شيء تلبسه الوحدة جينز مع هودي والشباب كذلك الأمر اليوم كيف ممكن أطلع الهودي والجينز بطريقة مختلفة لشتاء 2023 <applause> اوكي هلا فعليا طلعات البر نحن دائما بنتجه للشيء الاريح لانه نقعد بطريقه كاجوال حنعمل اشياء ممكن بدك شي حركة شيء حركة شي, حركة وبدك شي مريح، ففعليًا بنتجه للهودي الصراحة، هلأ ممكن ما نلبسها مع جينز، ممكن نلبس اللي هي الأطقم المنسقة بنفس اللون، الهودي مع الجوجرز ايه التراك سوت ايه فهيدي كتير حلوة، ممكن الجمب سوت الكاجوال اللي هي على شكل تراك بتطلع كتير حلوة، اه فينا نحكي كمان عن الجوجرز ممكن تلبسي عليها جاكيت جلد مثلًا مع كنزة مثلًا هاينك، فممكن هيدي فكرة انا الجينز ما بفضله للصحراء بحس ممكن اتجه للاشياء الجوجرز أكتر من الجينزات بحسها اريح بشكل عام اللي هي الجوجرز الجوجرز yeah. فعلا مع الهودي كمان هو لوك جديد والالوان بما انه هلا درجة الالوان فالالوان هي حتغير الستايل جميل يمكن التغيير دائما اللي مطلوب سواء في فصل الصيف او فصل الشتاء اكيد تكلمتي عن القبعات او الناس اللي يفضلون الكابات، شو افضل الانواع في فصل آه الشتاء شو افضل الانواع ايضا والالوان عشان تكون متماشيه متماشيه مع المظهر ككل هلا اهم شيء يكون عندنا نحن القبعات بتدرجات الالوان الاساسيه الاسود، البيج والابيض، هي لو شو ما حطيتي على اي اوتفيت حتطلع حلوه، مثل ما قلنا كثير دارج الكاوبوي ان كان بالبوتس ولا ان كان بال قبعات كثير هلأ حلوة وأكيد القبعات الصوف رح أرجع للجرابات الشتوية يمكن إحنا اليوم نحتاجها في بعض الأماكن ولكن درجة أيضاً مؤخراً الجرابات اللي عليها نقوش اليوم إحنا ممكن أيضاً نشعر بصعوبة تنسيقها لأنها بتحتوي على بعض النقوش ممكن تكون بعض أنواع العلامات التجارية أحياناً ممكن تكون رسومات هندسية اليوم البنت القصيرة شو مفروض؟ تعتمد جوارب نسائيه واليوم البنت اللي عندها نوع من زياده الوزن شو هي يمكن افضل الجوارب اللي ممكن تلبسها اوكي بالنسبه للجوارب اللي لها طبعات اذا البنت اساسا قصيره فيفضل ما تختار جوارب بالطبعات الكبيره لان الطبعات الكبيره حتبين حتبين اقصر فتختار الاشياء الناعمه هلا بيجي الجوارب العالية دوتس صغيره او ساده يفضل وانا بالنسبه لي مثلا الجوارب هي بتنلبس اكثر مع التنانير القصيره صح فبشكل عام التنانير القصيره بتعطي طول اكثر بس اذا بنت كثير طويله مش حلو مثلا تلبس تنوره كثير قصيره مع جوارب مثلا عليها طبعات حيبين طول زياده صح فيفضل مثلا الطويله كثير تختار جوارب طبعاتها اكبر شوي وكمان ساده والبنت القصيرة تختار التنوره مثلا الاقصر مع الجوارب الطبعاتها انعم مشان تعطيها طول اكثر. جميل. يعني لين دائما نقول حتى لو راح نتبع الموضه سواء في الخامات في الالوان وحتى في التصاميم ناخذ دائما الشيء المناسب حقنا وحق بيئتنا وايضا يكون أكيد. متماشي مع الدوله او المكان اللي احنا أكيد. عايشين فيه. هيدي الشيء ما فينا نبعد عنه يعني 100% ما فيك تلبس الشيء غير بالمكان المناسب له أكيد. اكيد وفي الوقت المناسب. في الوقت المناسب طبعا لين خبيره الموضه لين مرجان نورتينا ويعطيك العافيه. شكراً. بوجودكم يعطيك العافيه وصلنا الختام صحيح يا زينه وصلنا لختام حلقتنا لليوم من حلقتنا بصباح الخير يا وطن طبعا ما بدي انسى اذكركم انكم تابعونا من الاثنين وحتى الجمعه القادمه وجمعه مباركه يعطيك العافية دعا مشاهدينا انتظرونا يوم الاثنين مع محتوى مختلف ومتميز في أمان الله وجمعة طيبة